مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. نحن معكم كالعادة على مدى ساعتين، نعرض لأهم ما يشغل بال المصريين في مصر الليلة، وهذه أبرز ملفاته. ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم على عرفات، وينفرون إلى المزدلفة قبل العودة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. وفي ليلة العيد نقدم لكم دليلاً وافياً لذبح وتقطيع الأضحية وأفضل الطرق لحفظها وطهيها. والله ونعم الوكيل، مش هقول غير كده، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كانوا السبب في قفل الجمعية. على هامش العيد، أسر فقيرة تشكو تضررها من إغلاق الدولة لجمعيات خيرية ومراكز أهلية كانت تقدم لهم يد العون، فإلى متى يدفع الفقراء ثمن المكايدة السياسية؟ تواصل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في عدد من المحافظات تحت شعار الله أكبر عيدنا النصر. ليلة مباركة عليكم وعلى المسلمين أجمعين بإذن الله. أرحب بزميلي معي في هذه الليلة من مصر الليلة، حسام يحيى وهاشتاج مصر الليلة. أهلا بك معنا حسام. أهلا أحمد، بلسان طيب. طيب. وكذلك سيد توكل ولديه آخر وأهم الأخبار، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير أحمد، تقبل الله منا ومنكم. آمين يا رب. طب. شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا وكل عام وأنتم بخير. بدأ حجاج بيت الله الحرام الإفاضة من صعيد عرفات إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم، وأدى ضيوف الرحمن في مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد استعدادا لأن يبيتوا ليلتهم هناك، وبعد ذلك يتوجهون إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر غدا. وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يبدأون نحر الهدي ثم حلق الرأس والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة. حددت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن الجمهورية، حيث تبدأ صلاة العيد في 6:15 في القاهرة والجيزة وبني سويف والمنصورة وبنها، فيما تبدأ الصلاة 5:51 في مدينة حلايب لتكون أول مدينة بمصر تصلي العيد، ويبدأ المصلون في مدينة السلوم الصلاة في 6:46 لتكون آخر مدينة تصلي العيد في مصر. وتتواصل المظاهرة الليلية الرافضة للانقلاب في القاهرة وعدد من المحافظات تحت شعار الله أكبر عيدنا النصر، ونتابع على الشاشة جانبا منها. قال المتحدث باسم القوات المسلحة إن الجيش شن حملات أمنية موسعة في عدة محافظات خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن مقتل 12 ممن سماهم العناصر الإرهابية والقبض على 68 آخرين. وأوضح المتحدث في بيان نشر على صفحته بموقع فيسبوك أن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة شنت عددا من المداهمات بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد خلال الخمسة الأيام الأخيرة. قال بيان المتحدث العسكري إن من بين المضبوطين محمد سلمان أبو شيتة، وهو بحسبه أحد العناصر المطلوبة أمنيا وشديدة الخطورة. من ناحية أخرى، قال الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي إن عملية بناء سد النهضة بلغت 40%، وإن المرحلة الأولى للبناء ستنتهي في يونيو المقبل، حيث يتم إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء. أضاف تيشومي في تصريحات إعلامية بأن اللجنة الوطنية الثلاثية المشكلة من مصر وإثيوبيا والسودان تقوم فقط بدراسة التأثيرات البيئية للسد وليس للفصل في النزاع القائم لبنائه. شدد الرئيس الإثيوبي على أن ما يحدث في مصر هو مجرد سوء تفاهم، مستبعدا أن تتطور الأوضاع إلى حرب بين البلدين في حال فشل المساعي السياسية.
قالت وزارة المالية إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ارتفع خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين ليصل إلى 56 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. أوضحت المالية في تقرير أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 1.1 نقطة مئوية خلال شهرين مقابل 7.1 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق. ختام موجز الأخبار، وأعود لزميلي أحمد طه للبدء في مصر الليلة. إليك أحمد. شكرا جزيلا سيد، ألقاك بإذن الله على رأس الساعة القادمة. ومنك إلى حسام، أعتقد أن الموضوعات في مصر الليلة متشابهة إلى حد كبير لهذه الليلة حسام، على أي حال ذكرنا بها وذكرنا بالتواصل معك. نعم أحمد، أهلا بكم متابعين عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. التحية موصولة أيضا إلى كل مشاهدينا عبر شاشات التلفاز، كل عام وأنتم بخير. نذكركم بأنه يمكنكم المشاركة معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم أيضا المشاركة عبر نافذتنا الرئيسية الجزيرة مباشر مصر. ونذكركم الآن بقضايانا في تلك الساعة. قضيتنا الأولى، كيف يجعل الناس من يوم عرفة بداية للتغيير للأفضل؟ وكيف ترى منع بعض المصريين من الحج لأسباب سياسية؟ وفي الشق الثاني من هذه الساعة نناقش أيضا كيف يستعد المصريون ليلة العيد لأداء الصلاة والأضحية، وما هي أشهر الأكلات على موائد المصريين. لا تنسوا إثراء النقاش عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر، وذلك كالعادة عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. ليك أحمد. لبيك اللهم يا ربنا لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وانقضى خير يوم طلعت عليه الشمس بعد أن قضى حجاج بيت الله الحرام يومهم على صعيد عرفات ملبين ومكبرين ومهللين، بعد أن جاءوا أفواجا من شتى بقاع الأرض يرجون عفو الرحمن ومغفرته بلباسهم الأبيض الذي يوحدهم جميعا بعيدا عن الزينة، وإشارة إلى نقاء الظاهر والباطن. وبعد نفيرهم إلى المزدلفة للمبيت بها يستعد الحجاج ليوم عظيم من أيام الله وموسم فرح وسرور للمسلمين جميعا، يتقربون فيه إلى مولاهم عز وجل بإراقة دماء أضحيتهم، وذلك ليستكملوا مناسكهم أملا في الحصول على الجائزة الكبرى. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج عرفة، كذا ورد بالحديث الشريف الذي يؤكد على أهمية اليوم الذي غربت شمسه منذ قليل كركن أساسي في مناسك الحج. وهكذا غربت الشمس عن خير يوم تطلع عليه كل عام، يوم عيد المسلمين وذكرى اكتمال الدين وتمام النعمة، والذي يحل هذا العام يوم الجمعة كما حل يوم خطبة الوداع. ومن عرفة أفاض الحجيج إلى مزدلفة ملبين ومكبرين ومهللين كي يذكروا الله عند المشعر الحرام جبل قزح، ويجمعوا صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر، ويقضوا ليلتهم هناك متزودين بسبعين حصاة لكل منهم من أجل رمي الجمرات كلها. فإذا صلى الحجيج الصبح ساروا قبل شروق الشمس يوم النحر أول أيام العيد إلى منى كي يقضوا ما بقي من مناسكهم من رمي جمرة العقبة إلى ذبح الهدي إلا الحاج المفرد غير المعتمر إلى حلق الشعر أو تقصيره، وبها يتحلل الحاج من إحرامه التحلل الأصغر، ولا يكتمل تحلله الأكبر إلا بقضائه طواف الإفاضة بعدها. ثم يأتي السعي بين الصفا والمروة لمن لم يكن قد سعى، فلا يبقى بعد التحلل إلا رمي الجمرات الثلاث في منى، وهو المنسك الذي يبدأ أول أيام التشريق ثاني يوم النحر، ويبدأ بالجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى وهي جمرة العقبة، ويتكرر في ثاني أيام التشريق. ثم ينفر الحجيج المتعجلون إلى مكة، ويبقى واجبا على من تأخر في منى إلى ما بعد غروب شمس اليوم الثاني للتشريق أن يرمي الجمرات مرة ثالثة في ثالث الأيام، ثم يحين أوان طواف الوداع. وبعد الأشواط السبعة يستعد الحجيج لمغادرة الأراضي المقدسة، وكلهم رجاء في قبول الله مناسكهم كي يعودوا مصداقا لبشرى نبيهم كيوم ولدتهم أمهاتهم نقاء وطهارة من الذنوب والخطايا.
أيام عبادة ومناسك، وأيام عيد واحتفال، وأيام رجاء في القبول يستن فيها للمسلمين أن يهنئ بعضهم بعضا بقولهم تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير. للحديث حول المناسك ويوم الحج الأكبر وأيضا اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، أرحب بضيفي في استوديو مصر ليلى الدكتور أكرم كساب، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بك معنا دكتور. حياك الله. كل سنة طيب. صحة والسلام. الله يكرمك. أبدأ معك، ما الذي يمثله عرفة للمسلمين عامة؟ هذا التجمع الذي رأيناه اليوم بهذا الشكل، بالزي الموحد، هذا اللون الأبيض بالبساطة الشديدة في هذا الأزي، ما الذي يمثله من الناحية الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، يعني وأهنئ الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات بهذه الأيام الطيبة، وهي أيام العيد. عرفة هو في حد ذاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الحج، فقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومعنى هذا أن من لم يدرك الوقوف بعرفة فلا حج له. هذا التجمع كما أشرت أستاذ أحمد، أولا لا ترى الدنيا مثله ولم ترى مثله قبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيمثل 22 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أذن في الناس بالحج وأدرك الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، فأتى إلى المدينة أناس من كل أصقاع الجزيرة العربية لنيل شرف الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة التي تسمى بحجة الإسلام والتي تسمى بحجة الوداع. هذه الحجة في حد ذاتها خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 أو يزيدون، تجمع لم ترى الجزيرة العربية مثله من قط. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، في هذه الأيام الطيبة المباركة، وعلم الناس، بدأ يعلم الناس مناسك الحج. إذا كنا نتحدث على عرفة على وجه الخصوص، فلابد أن تكون هناك إشارة على معالم ما كان قبل هذا اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة العظيمة المباركة يعني رجلا قريبا من الله سبحانه وتعالى، ذاكرا، دعاء، خاشعا، ناصحا لأهله، معلما لأمته، متواضعا مع رعيته، مفتيا لمن حوله من الناس، متواضعا في نصحه، حليما في أمره، منظما في شؤونه. كل هذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بها، لأن الناس إنما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا الأمر. إحنا عندنا على فكرة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة العظيمة المباركة 4 مرات. خطب في قبل يوم التروية، وخطب في يوم عرفة، وخطب في يوم 12، وخطب كذلك في يوم التروية. وكان في هذه الخطب، ما يميز هذه الخطب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على الأمور الكبرى. أولا يركز النبي صلى الله عليه وسلم على مقاصد وشعائر الإسلام العظمى. يجي يقول النبي يقول كده: أيها الناس صلوا صلاتكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاتكم، وطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. جوامع الكلم يعني. نعم، جوامع الكلم، بالإضافة إلى أن هذه هي تمثل الشعائر الكبرى العظيمة. الأمر الثاني، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على يعني الذنوب العظيمة التي على الناس أن يتجنبوها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصا في هذا الأمر، إن أموالكم، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من أروع ما يسمى بوسائل التربية والتعليم التي لم يعرفها الناس إلا بعده صلى الله عليه وسلم بقرون. أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ نوع من أنواع جذب الانتباه. والصحابة يعلمون أن اليوم هو يوم عرفة، وأن اليوم هو يوم الجمعة، وأن الشهر هو شهر ذي الحجة، وأن البلد هي بلد الله الحرام. لكن الأدب العظيم منهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم، مش عارفين. يمكن لعل النبي هيسميه باسم تاني، يمكن يوم الجمعة هيبقى يوم تاني، يمكن شهر ذي الحجة هيتغير اسمه، يمكن الموقف ده هيتغير. فلما يقول الله ورسوله أعلم يقولون أليس هذا بيوم عرفة؟ أليس هذا بالبلد الحرام؟ أليس هذا بالشهر الحرام؟ يقول بلى. يقول فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وبعدين يجي النبي عليه الصلاة والسلام يجد إن فيه أمور كانت موجودة في الجاهلية، موروثات جاهلية، من الأخذ بالثأر، من التعامل بالربا. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه الذنوب العظيمة التي ما زال بعضها موجود حتى الآن في كثير أو في بعض من دولنا، فيقول إن
هذه الدماء يضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه، أموال الربا يضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه، ثم يبدأ صلى الله عليه وسلم بأقرب الناس إليه فيقول إن أول ربا يضعه تحت قدمه هو ربا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. على الصلاة والسلام. دعني فقط أنويها أننا نعرض في إحدى نوافذنا على شاشة الجزيرة مباشر مصر بث حي ومباشر من منطقة مزدلفة المشاعر المقدسة بعدما أفاض الحجاج من عرفات إلى المزدلفة، البعض سيبيت ليلته في المزدلفة ثم ينطلق بعد الفجر إلى منى، والبعض الآخر بعد منتصف الليل على حد علمي سينطلق إلى منى. يعني ذكرنا بهذه الأمور سريعا. هو طبعا اليوم الحجيج جلسوا في عرفة، الأصل فيها والسنة أنهم يجلسون منها بعد صلاة الفجر حتى إذا أشرقت الشمس وأسفرت فينطلق إلى عرفة، كل من ينطلق حسب ينطلق إلى إلى عرفة. أنا أتكلم على هذا الفجر. يظل في يومهم كما حدث هذا اليوم حتى الغروب، يخرج من الغروب، والسنة أن يجمعوا بين جزء من الليل وجزء من النهار، هذه هي السنة، ثم بعد ذلك ينطلقوا من هناك إلى مزدلفة. مزدلفة العلماء في حديث كلام طويل، هيعود اليوم كله ولا هيعود أقل من يعني الليلة كلها أم لا، لكن ما عليه جمهور العلماء أنهم إن باتوا باتوا وإن انطلقوا بعد ذلك منتصف الليل، خصوصا ذوي الأعذار أصحاب الأعذار فينطلقوا بعد ذلك. الانطلاق بعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر فرمى الجمار ثم ذهب بعد ذلك إلى بيت الله الحرام فطاف وسعى. من شاء أن يغير في هذا النظام أو هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد الفجر فيذهب إلى بيت الله الحرام طائفا ساعيا ثم يأتي بعد ذلك راميا للجمار ثم يحلق ويقصر ويكون له أيضا في ذلك اليوم له أن نحر هديه إن كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، من شاء فعل ذلك فعل، وإن شاء غير ففعل النحر قبل الطواف أو الرمي بعد الطواف أو بهذه الصورة، العلماء قالوا لا شيء في ذلك بل كانت هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. سأعود إليك دكتور أكرم، لكن نذهب سريعا إلى مزدلفة وزميلي عبد العزيز مجاهد موفد الجزيرة مباشر مصر عبر الهاتف من هناك. تقبل الله يومكم هذا عبد العزيز وجعله في ميزان حسناتكم بإذن الله. هل لك أن تلخص لنا عبد العزيز كيف كان يومكم في عرفة وأين أنتم الآن؟ وأتحدث عن الحجيج بشكل عام وعن المصريين الحجاج المصريين بشكل خاص، تفضل. نعم أحمد، سأبدأ بما يجري الآن حيث يقوم حجاج بيت الله الحرام بالتقاط جمراتهم من هنا حيث نقف من مشعر مزدلفة، يقومون بالتقاط الحصيات قبل أن ينطلقوا، ينطلق المتعجلون منهم عقب منتصف الليل إلى رمي الجمار رمي الجمرة الكبرى، وينتظر المتنخلون إلى أن إلى صلاة الفجر ثم ينطلقوا إلى ذلك إلى هذه إلى رمي الجمار. قبل ذلك كان يوم عرفة بالتأكيد بفضل الله مرة تفويج الحجاج ونقلهم من عرفات إلى مزدلفة بثلاثة وبيسر شديد. طبعا كان هناك استخدام لي أكثر من مسار للطريق، كان هناك أن تفويج الحجاج عبر الباصات تم من خلال 18,000 حافلة اشتركت في عملية النقل، وقالوا أن قطار المشاعر وحده عليه أو سوف يقوم بنقل 360,000 حاج. هذا بالتأكيد توزيع الحجيج بين وسائل المواصلات المختلفة أدى إلى خف الزحام في هذه اللحظة، وهي أصعب لحظة يعني على الأرض بالنسبة لي بالنسبة للحج، حيث يتحرك الحجاج كلهم مرة واحدة عقب غروب شمس يوم عرفة. طبعا اللحظات الإيمانية التي سبقت مغيب شمس عرفة كانت لحظات بالغة التأثر، نسأل الله عز وجل أن يكتبها لكل المسلمين. الأنفس كانت مرفوعة لله عز وجل والقلوب متضرعة ومتعلقة أن تغيب الشمس وتغيب معها الذنوب وتغيب الآثام وتشرق شمس العاشر شمس العيد على هؤلاء الحجاج وعلى كل المسلمين وقد غفرت ذنوبهم وغفرت خطاياهم. هذا ما يؤمله الحجيج. عبد العزيز، كيف كان يومكم في عرفة؟ هل كان هناك يعني أي جديد بالنسبة للحجيج بشكل عام، للمصريين بشكل خاص؟ هل هناك ما لفت الأنظار أم أنه كان يوم عادي مرة بسلام يعني؟
اجمالا مر اليوم بفضل الله بسلام. البارز في يوم عرفه الذي انتهى منذ ساعات هو الشمس الشديده الحارقه والتي طبعا كانت شديده مقارنه باعوام مضى، لكن كان يحاول الحجاج اتقاء هذه الشمس بالجلوس في الظلال او الاختباء خلف تحت الشمس الشمسيات والشماسي، لكن عدا ذلك كان يوما ناجحا. نستطيع ان نقول ان موسم الحج لهذا العام يسير حتى اللحظه بنجاح شديد. نلمس هنا من خلال تحركنا بين المشاعر المقدسه الخدمات اللوجستيه التي تحرك السلطات هنا ان توفرها، سواء من خدمات الاسعاف او خدمات الدفاع المدني او حتى خدمات الارشاد وخدمات الامن، حيث يحرص الامن على ان يكون مسار الحجيج بين المشاعر مسارا واحدا ليس فيه التباسا، الا يتحرك الحجيج في افواج تؤثر على سيولة التحركات. وكذلك بين الحين والآخر تصدر السلطات تأكيدات على أن كل الأوبئة التي كان يخشى أن تكون موجودة في هذا الموسم هي غير موجودة بفضل الله حتى اللحظة. عبد العزيز، فيما يخص أوضاع الحجاج المصريين البعثة الحج الرسمية أو حتى يعني البعثة السياحية، هل هناك جديد في أخبارهم؟ هل وصلك أي شيء تريد أن تطرحه علينا وتعلن به السادة المشاهدين أم لا؟ البعثة تؤكد على أن لا جديدة بعد إرجاع عشرات الحجاج بسبب التأشيرات المزورة والذي أشرنا إليه بالأمس. طبعا هذا الإرجاع توقف عقب توقف السلطات السعودية عن استقبال الحجاج من الخارج، عدا ذلك فإن الأمور يسير الحجاج المصريين بين عموم الحجاج. الوفيات وفقا للإحصائيات الأخيرة وصلت إلى 17 حاجا من مختلف المحافظات، كلهم من كبار السن او من المرضى، لكن لم تسجل اي حالات حوادث كبرى بين الحجاج المصريين. ونسال الله عز وجل ان يتم هذا العام وهذا الموسم على الحجاج المصريين بخير وسلامه، ويسر ان يطمئن الحجاج ويطمئن ذويهم عليهم وان يؤدوا نسكهم بسهوله ويسر ان شاء الله. ابرز اعمال الغد ماذا هي عبد العزيز؟ الغد هو يوم حافل طبعا بالنسبه للحجيج، يوم العاشر من ذي الحجه يبداه الحجاج برمي الجمره الكبرى، ثم ينطلقون الى مكه المكرمه طواف وسعي للمتمتعين او طواف للمقرنين والمفردين، ثم يتحلل الحجاج من يتحللون ثم يعودون للبقاء في منى. طبعا هذه التحركات وفقا لما ورد عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يحاول الحجاج هنا ان يسيروا على غرسه وأن يسيروا خطوة بخطوة خلفه، يعني أباحت التقديم والتأخير في عدد من هذه المنازل. فبعض الحجاج هنا ينتهون الخروج من مزدلفة إلى مكة المكرمة ليبدأوا بالطواف أولا، ثم يعودوا إلى رمي الجمار ثم يبيت في منى، بعكس ما السائد او الطبيعي ان ينتظر الحجاج الى ان يصلوا الفجر هنا في مزدلفه، ثم ينطلقوا الى الجمره الكبرى ومنها الى مكه المكرمه، ثم يعودوا مره اخرى الى منى لقضاء ايام التشريق الثلاثه للمتعجرين واربعه لمن يتمهلون. شكرا جزيلا زميلي عبد العزيز مجاهد، موفد الجزيره مباشر مصر الى الاراضي المقدسه. اشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف من مزدلفه. ونذهب سريعا الى حسام يحيى وما ورده على مواقع التواصل الاجتماعي وهاشتاج مصر الليله بشان القضيه الرئيسيه لهذا اليوم. تفضل حسام. نعم احمد. درس الحج في التغيير هو أنه كله بيلبس لبس واحد وبيقف في مكان واحد وبيدعو رب واحد. أظن لو استفدنا من الدرس ده أكيد هنتغير الأفضل. ده أحمد خالد من فيسبوك، ومنه إلى أمل بتقول الأحسن ما يتكلموش في السياسة اليومين دول ويكرسوا كل وقتهم للعبادة حتى لا تفسد عليهم هذه الشعيرة العظيمة. إلى تعليق آخر من محمد بيقول السيسي لو قعد للسنة الجاية هيعمل زي القذافي أيام الحظر الأمريكي، خلى الليبيين يحجوا في الساحة الخضراء وإحنا الحمد لله ميادين كتير والناس اللي بتصدق أكتر. تعليق أخير من فيسبوك مع نور بتقول أنتوا زعلانين على 100 واحد اتنصب عليهم، بس إن شاء الله حجة مقبولة الدور والباقي على شعب بأكمله اتنصب عليه. وإلى تويتر نبدأ بإيمي بتقول ما كانوا يسيبوهم يكملوا المناسك، هيبقى الكل عليهم اتنصب عليهم وخسروا فلوسهم وما حجوش. هو إيه ده؟ دي إيمي. وتغريدة أخرى من أبو حمزة بيقول طب ليه التأشيرة لا ترسل على الإيميل بدل الشغل البدائي وإهدار للوقت والتعرض للنصب؟ تغريدة أخرى من أحمد طاهر بيقول إن شاء الله يؤجروا بنية الحج. التغريدة الأخيرة من أسامة بيقول لو هم سابوهم من غير عقاب هتبقى مفتوحة بحري وهم ملتزمين بعدد
محدد. تغريدات إليك أحمد وإلى ضيوفك. شكرا جزيلا حسام. طيب دعنا نبتعد قليلا دكتور أكرم عن الحج والحجيج والمناسك، وأنا نتحدث عن من لم يحج هذا العام ليلة العيد، ماذا عليهم اليوم الأول من العيد من الناحية الشرعية بالطبع؟ هو كان لي بعض التعليقات لكن إن سمح الوقت بعد ذلك نتحدث فيها، لكن ندخل سريعا فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. ولا هناك بعض الأحاديث لكنها لا تصح فيما يقال بأنه من قام ليلة العيد أو أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، هذا يعني حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من شاء أن يقوم هذه الليلة على اعتبار أنها ليلة من الليالي الفاضلة والمباركة، قيل أنه ممكن يؤخذ به في فضائل الأعمال يعني، لكن ليس على اعتبار أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على اعتبار أن في هناك أصل ثابت موجود أن هذه الأيام العشرة وهذه الليالي العشر هي من أفضل أيام العام على الإطلاق. الأمر الثاني هو أني غدا إن شاء الله عز وجل وهو يوم النحر، يوم العيد، يوم الأضحى، هذا على رأي جمهور الفقهاء هو أفضل أيام العام على الإطلاق، حتى أفضل من يوم عرفة. لم يقل بأن يوم عرفة هو أفضل أيام العام إلا أصحاب الشافعي، أما جمهور العلماء فقالوا والفقهاء قالوا بأن يوم العيد هو أفضل الأيام، واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الحر يوم النحر والقر. المقصود بالقر اللي هو يوم 11 الناس بتقر خلاص، طلعت من منى، راحت ذهبت إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة ذهبت إلى بيت الله الحرام، فأتت بكل هذه الأمور ثم جاءها القرار مرة ثانية في منى، فهذا هو أفضل الأيام. وقالوا بأن يوم عرفة أشبه ما يكون بتقدمة لهذا اليوم، غفر الله عز وجل للناس الذنوب وأقبلوا على الله عز وجل، فهو أفضل بالنسبة للحجيج وبالنسبة لغير الحجيج كمثله. يسن في هذا اليوم من الإنسان يعني كعادته والأصله هذا أنه يصحو لصلاة الفجر ويذهب إلى مسجده، إن كان ذا أضحية فيسن له ألا يأكل من طعام حتى ينحر يعني أضحيته ويأكل منها، هذه سنة. بعد ما يذبح يأكل من الأضحية. هناك البعض يقول طيب هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصى بأن يأكل من الكبد؟ هذا لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال به البعض على اعتبار إن الكبد هو في حد ذاته من أسهل الأمور اللي هي يعني بتاخد سوى قليل، فبالتالي يعني لا بأس به. لكن هي حلو إن أنت تبدأ يومك بالكبد يعني. ما في مشكلة هي حلوة لحضرتك الله يعينك. فأول أمر أن يصلي الفجر ثم يذهب إلى العيد، وأنا دي وصية لي ولكل الإخوة أن يعني في فعلا ذهاب بكر العيد، لأن أحيانا بيبقى مستيقظ طيلة الليل ثم بعد ذلك يذهب متأخرا إلى صلاة العيد، لا يطعم من طعام ولا شراب حتى يعود إلا إذا احتاج، ثم بعد ذلك هو يلزم التكبير وهذا من السنة في ذهابه وإيابه في غدوه ورواحه، كلما قابل فوجا كلما مر على أناس حتى تكون هذه الشعيرة يعني ظاهرة وواضحة بين الناس. لدينا أكثر من صيغة لتكبيرات العيد، هل هذا صحيح أم صيغة واحدة اللي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد؟ لكن الصيغة المصرية المشهورة اللي احنا في مصر ما ذكرت حضرتك أنت هذا هو أصح الصيغ، أصح الصيغ، ولكن يعني إن اجتهد الإنسان في صيغ أخرى، وهذا الصيغة بتاعتنا بتاعت مصر الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، هذه موجودة عند الشافعية ولا بأس بها، لا بأس بها في هذا الأمر، الأمر فيه نوع من أنواع الاتساع ولسنا بحاجة إلى نوع من أنواع التحجير. إذا كانت الناس خلاص تركت هذه والتزمت بأصح الصيغة التي جاءت وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، خلاص خلينا مع دي، هذه هي أصح الصيغة، هي أصح الصيغ، هي أصح الصيغ. وأما الصيغ الأخرى الأمر فيه متسع ولا بأس أن يكبر الإنسان، لكن ما يبقاش الإنسان قاعد نشاس، ما يبقاش الناس كلها الله أكبر الله أكبر اللي هي الصيغة الثابتة الصحيحة ويذهب وحده ليكبر بطريقات أخرى، لا هو الأصل أن يبقى مش موضع خلاف مع الناس في هذا الأمر الثاني نحن مأمورين في هذا اليوم يعني بصلة الأحياء إلى بصلة الأموات، طبعا بمعنى احنا في قطر صحيح ما فيش حد يقوم بهذا الامر، لكن ما زالت هذه يعني العاده في مصر، ده لازم الصبح ده بعد ما تخلص صلاه العيد واللي بيذبح بيطلع على على المقابر مباشره صحيح. ومع الاولاد والقرص بالظبط كده والبرتقال والحاجات دي نعم. لا هذا اصلا هو يوم صلاه الاحياء وليس صلاه الاموات، مش من السنه يعني ان احنا نروح على المقابر بعد مطلقا بعد العيد،
هذا يوم فرح، هذا يوم سرور. النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال للأمة في الحج، قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر. حتى الناس عشان ما تنساش الذكر جابوا، بس جابوا فين النبي؟ بعد الأكل والشرب. بعد الأكل والشرب، لأن دي أيام بهجة وأيام سرور. نحن بحاجة إلى التواصل مع الناس. أبدأ بس بدل ما أروح لأبويا وعمي وخالي وخالتي والميتين، طبعا عندي أبوي عمي وخالي وأختي ومرات فلان الأحياء، أمر على هؤلاء. هذا اليوم أيضا هو يوم صلة ويوم بر، بمعنى إن الإنسان بحاجة إلى أن يبحث عن الفقراء، إلى المساكين. أنا عندي أضحية، أنت عارف الكلام اللي كان بيقوله عادل إمام، يعني الناس اللي عندهم لحمة يودوا للناس اللي عندهم لحمة. إحنا للأسف الشديد أصبحت العادة في هذا الوطن، اللي عنده لحمة بيودي لحمة، وبعدين تيجي مين اللي جاب لنا أولاد لحمة؟ ده بيت فلان وفلان وفلان، رايح مودي، يروح يودي. طب يا سيدي فاضل، انت قبلك ابحث عن غيره من الناس. هناك من لا يسالون الناس الحافه، ولكن ما يقدرش يضحي، وما مش هيقدر يضحي ويذبح، خصوصا في الايام الصعبه اللي احنا بنمر فيها. في الايام الصعبه هذه لكن استاذ احمد، يعني انتم لكم دور هنا في قناه الجزيره مباشر مصر في اظهار مساوئ الانقلاب، وهناك ما يسمى ب القتلى والشهداء والمصابين. هؤلاء نحن بحاجه الى ان نواسيهم، لان هؤلاء لم يقدموا ما قدموه من أجل مغنم خاص بهم، وإنما قدموه من أجل مصر، من أجل الوطن كله، قدموه من أجل هذا الأمر. ولذلك نحن بحاجة، اللي استشهد في ربعة، اللي أصيب في ربعة، اللي اعتقل بعد ربعة أو قبل ربعة أو أثناء ربعة، نحن بحاجة أيضا إلى هؤلاء، إلى أن نواسي هؤلاء. ده واجب، واجب ضروري فعلا للغاية. ولذلك أنا يعني كان الأصل في هذا الأمر، اللي عنده أضحية وعنده حالة من الحالات التي هي بحاجة إلى مال أو إلى طعام أو إلى شراب، يجب عليه في هذه الحالة لو اضطر إلى أن يرجئ الأضحية إلى أن يرجئها، فليرجئها وليذهب بهذا المال إلى امرأة اعتقل زوجها أو مات زوجها أو أسرة مات عائلها أو حبس عائلها، فيعطيه هذا المال. وده اللي بيسميه العلماء فقه الأولويات. لدينا أقل من دقيقة، لو أحببت أن تركز فيها على أمر ما، ماذا تقول؟ أنا أقول صراحة أن حجة الوداع هذه الحجة أرسى فيها النبي صلى الله عليه وسلم معالم دولة الإسلام، لأن الأخت اللي بتقول خلوهم يتكلموش في السياسة، الحج كله سياسة. النبي يتكلم في الحج لما يقول وأطيعوا ذا أمركم، دي سياسة. أما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ده بيحدد الدستور. أما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ويحدد إن خلاص أصبح ده ثابت، ده بيحدد هوية الأمة. أما بيقول إن الربا موضوع تحت قدمي، ده بيحدد اقتصاد الأمة. أما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يحدد الملكية الفردية ويحقق المساواة والعدالة الاجتماعية. إذا علينا أن نعود فعلا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نغنم ونكسب. تقبل الله منا منكم ان شاء الله. لو هتضحي انا مستني بقى ان شاء الله. دي بسيطه بس هنتظرك لما تجيب لي. تقبل الله منا ومنكم، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. مشاهدينا، عرضنا في مصر الليله متواصل معكم، وفيه بعد الفاصل. وفي ليله العيد نقدم لكم دليلا وافيا لذبح وتقطيع الاضحيه وافضل الطرق لحفظها وطهيها. السيسي ينحاز لمطالب ثورة 25 يناير، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولا نقول سيسي ولا إخوان بقى، إحنا عايزين حقوقنا بس، ارحمونا عشان ربنا يرحمكم. مش عايزين مكافآت ولا عايزين تيسير ولا عايزين حاجة، يا حاسبني على الحد الأدنى زي ما الجدول قال. هو مطلبنا واحد بس، عدالة اجتماعية. أهلا بكم. موسم فرح وسعادة ينتظره المسلمون في شتى بقاع الأرض، يوم عظم الله شأنه وأعلى منزلته، إنه يوم النحر، يوم الطاعة والانقياد لله، يوم الفرحة بطاعته سبحانه وتعالى والأمل العظيم في مغفرته، يوم يستعد له المصريون كثيرا لذبح أضاحيهم وزيارة أرحامهم والتقارب مع جيرانهم. ولهذا اليوم استعدادات كثيرة للتعامل مع الأضاحي ولحومها والابتكار في طرق إعدادها وطهيها
وطهيها، فهو موسم أكل وشرب بالنسبة للكثير من المصريين، وهما ما يستوجب الحذر من الإسراف في التهام كميات كبيرة من اللحوم ده لو كانت موجودة، وذلك تجنبا لتداعيات صحية غير مرغوبة. فبماذا ينصح خبراء التغذية للتعامل مع يوم العيد، وكيف يمكن التعامل مع لحوم الأضاحي بالشكل المناسب؟ موسم سنوي متجدد يسعد فيه المسلمون، وتكون الطاعات متاحة للجميع، الحجاج بحجهم، ومن لم يستطع فله يوم عرفة وله الأضحية. الزبون بيجي ينقي خروف، واخد لك بيبص على يعني انه شروطه انه يكون سليم، ما فيهوش مشعور، مش اعمى، مش في حاجه في وشه مضروب بحاجه في دماغه، واخد لك، يكون سليم، يكون عافي، يكون خروف املح، بس دي شروط الاضحيه. وكالمعتاد سنويا يذبح المسلمون حول العالم ملايين الاضاحي، وتكون تلك الاضاحي مصدر سعاده لهم ولملايين غيرهم من الفقراء. الهيئه العامه للخدمات البيطريه اصدرت بيانا عن خطوات الذبح الشرعي والصحيح للاضحيه. الهيئة خلال بيانها أكدت أهمية تصويم الحيوان لمدة 12 ساعة مع تقديم الماء للحيوان ليشرب تسهيلا لعملية السلخ، وتجهيز السكين الخاص بالذبح بأن يكون نصلها حادا. يجب على المضحي أيضا ألا يجحذ السكين أمام الحيوان رحمة به، وأن توضع الأضحية نحو القبلة، وذلك مع التسمية. بسم الله، الله أكبر، ويعتمد على الله ويذبح اللي هو عاوزه. بتقلب العجل ومتبع القبلة ومدفع وتسمي بسم الله ويكون نيتك خير يعني لله بس. وتختلف قطعيات اللحوم حسب تركيبها الكيميائي، خاصة من حيث الأنسجة، وكذلك في الطراوة حسب عمر الذبيحة، فكلما قل عمرها كلما ازدادت طراوتها. وينصح في حال عدم الاستهلاك الفوري للحوم أن توضع في رفوف الثلاجة لمدة 24 ساعة، لأن ذلك يساعد على تكسير أنسجة اللحوم ليصبح مذاقها أفضل. ويجب غسلها قبل تجميدها، وعند استخدامها مرة أخرى توضع كما هي في أواني الطهي، ولا يفضل غسلها مرة أخرى حتى لا تفقد قيمتها الغذائية من بروتين ومعادن. وينصح بشكل عام بعدم الإسراف في أكل كميات كبيرة من لحوم الضأن، تجنباً لارتفاع نسبة الكوليسترول مما يؤثر على مرضى القلب والشرايين، كما ينصح مرضى الكبد والفشل الكلوي بالابتعاد تماماً عن اللحوم الحمراء. مشاهدينا، للحديث حول استعدادات المصريين للعيد وكيفية التعامل مع الأضاحي، كذلك النصائح الغذائية لهذا اليوم، أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة إبراهيم فرحان، مشرف قسم اللحوم بإحدى المجمعات التجارية، خلونا نقول ببساطة شديدة جزار يعني. صح كده استاذ ابراهيم؟ كل سنه وانت طيب. خلينا نبدا من، انا عارف ان الناس اشترت خلاص في اضاحيها، لكن لو حتى للعام القادم افضل اضحيه من وجهه نظرك وانا رايح اشتري تكون شكلها ايه؟ اتكلم على الاقل على الحاجه الاسهل اللي هي الـ بالنسبه للخرفان مثلا. هو الشكل الطبيعي اللي احنا مثلا احنا في اللحين والواحد مثلا بيشوف الشغله الطبيعيه قدامه، دي بتكون الشغلة بسيطة لأنه يعرفها وتكون سهلة ليه، إنه يكون مثلا خروف مثلا بقرون ما فيش حاجة نقصة فيه، ما فيش ودانه مقطوعة ولا رجله مكسورة ولا الكلام ده، دي بتكون الشغلة يعني الشغلة نفسية أبسط شيء للي بيشتري. إنه هو مثلا يعني بحس الشكل يكون كامل، ما كامل. يكونش فيه أي حاجة غير طبيعية أو حاجة حاجة ناقصة. ايه تاني غير كده؟ بس ده هو مثلا في ناس بتكون بتروح اكتر اذا هو مثلا بيعرف اكتر في اذا مش كان دكتور بيفتح عينيها بيشوف ده. طب ما قول لنا الحاجات دي، قول لنا الخبرات بتاعتكم دي، ايه السر؟ مش عارف يفتح عينيها ومش عارف يقلبها ازاي فيبص على ايه، قول لنا الحاجات دي. هو بيفتح العين بيشوف العين متغيره ولا لا، اذا كانت مريضه ولا مش مريضه. وفي اوقات بيكون مثلا بيعرف من العمر تبعها كبيره ولا صغيره. ازاي؟ من اسنانها. من سنانها؟ ايوه. يعني ازاي من سنانها يعرف عمرها؟ في سنانها بيكون مثلا بتبدا من الوسط، إذا كانت كبار شوية بتكون مثلا سنة تقريبا من 6 شهور للسنة. أكبر من بتبدأ من 2 اللي بعدهم. أكبر بيزيد العمر، أكبر بيزيد العمر. لما مثلا لعندهم يقفلوا خالص خلاص دي يعني كبير. السنانة ما تكون مكتملة في الخروف، ده معناه إن ده عمره أكبر من غيره ولا؟ هي السنان بتكون مكتملة طبيعي. بس في الحجم تبعها بيكون أكبر شوية.
إذا كانت أكبر شوية من الوسط بتكون مثلا عمرها من 6 شهور للسنة. التانيين اللي جنبهم أكبر شوية بتكون أيوة. مثلا من أيوة. سنة لأكتر. إذا كملوا خالص وكبروا بتكون مثلا عمرها عدت خلاص تقريبا حوالي 5 سنين 6 سنين كده. فبتكون مثلا لحمتها بعد ما بتذبحها بتكون شادة في الطبخ وكده. طيب خلينا نتكلم دلوقتي. واحد عنده الأضحية بتاعته النهارده ليله العيد وبكره هيذبح ان شاء الله. يجهز الاضحيه للذبح ازاي؟ هو يعني هو يعني حاجه عاديه لاي انسان مثلا ان هو بابسط شيء ما يوكلهاش كتير قبلها بيوم. يعني من النهارده ما يوكلش اضحيته كتير لو هيذبح بكره. ايوه هيذبح بكره ويكون مثلا الميه قدامها دايما. بس فكره ان هي انا سمعت ان هو ما يشربهاش قبل 12 ساعه ولا العكس يشربها كتير. هو الميه الميه ما بتشرب حلوه للمعده ليها ان هي مثلا اللي جواها بينضف بسرعه. جميل. يعني ما ياكلهاش كتير ليله الذبح ويشربها ويفضل ويخلي الميه موجوده قدامها. ميه عاديه. وقبل ما بيذبح لازم اذا كان مثلا يشربها ميه وكده يعني كويسه للذبيحه. وعند الذبح ما يكونش مثلا ما يشدش فيها كتير لان هي زعفرت كتير وشدت معه كتير وهو بيذبح. يعني ايه ما يشدش معها كتير؟ يعني مثلا ما يتعاملش ان هو بقوه معها وهو بيمسكها. لان دي بتاثر بعد كده على اللحمه نفسها. فعلا اكيد بتاثر على اللحمه نفسها ان هي مثلا النساير او حجم اللحمه نفسها بتكون شاده معه في الطبخ بعد كده. نعم. خلينا في فكرة الذبح والنبي صلى الله عليه وسلم قاله لفت نظرنا في حديث نبوي شريف إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. قل لي بقى كده الطريقة المثلى للذبح لأن في ناس كتير تحب تذبح بنفسها. في بيوتها إيه الطريقة الأمثل يعني؟ هو في مثل عندنا في مصر بنقوله زمان خلي الكثير مع القليل وخلي القليل مع الكثير. إزاي؟ يعني مثلا هو ما بيجيش جنب الرقبة تبعتها وروح أو الرأس من فوق وروح ذبح من فوق. يعني الرأس القليل تبعت الجسم. فمثلا بيمسك من الوسط هو بيجي على الزورة من الوسط والبلعوم تبعها الزورة من هنا من الوسط وروح بالضبط وروح ذابح. في ناس بيقولوا ما تبينش اساسا ما تبينش السكينه قدام الذبيحه من السنه. يعني السنة. ولا تحد السكينه امام الذبيحه لازم تكون تحدها بشكل جاي يعني لازم تكون يعني تخلصهاش كمان. اتفضل. طيب ان هو مثلا ما السكينه اذا كانت حاميه معه او مثلا حد تبع يعني مثلا ما تنزلش ما يروحش يمسكها ويذبح رايح جاي فيها كده. ممكن طريقه الذبح وهو بيذبح اذا مش عارف كويس ما تبقاش طريقه صحيحه فكده بيدخل في شيء ثاني. الافضل ان الواحد يجيب جزار زي حضرتك كده يذبح ولا يذبح بنفسه لو هو بيعرف يذبح؟ هو اذا بيعرف نظر. هو اذا بيعرف الاحسن اللي هو ان يذبح. طبعا هي في كتير من الدول بتمنع فكره الذبح خارج المذابح وخارج الاماكن المجهزه للذبح لكن بالطبع لكن للاسف في مصر لسه ما زال موجوده هذه العاده ان الناس بتذبح امام بيوتها وحتى داخل بيوتها في بعض الاحيان. طيب دلوقتي ذبح الاضحيه ماذا يفعل بعد؟ يسيبها فتره طويله؟ البعض بيقول لك لا سيبها فتره طويله تصفي كل دمها. اكيد هو ما بتسيبها وتنزل الدم اللي فيها. اول حاجه الدم ده بيطلع بالميكروبات اللي فيها كلها. كويس جميل. ثاني حاجه بتاخد راحه اللحمه والذبيح نفسها وهي بتخلص الدم تبعها وما بتكونش فيها لسه الروح اللي فيها شغاله يعني في الذبيح نفسه في الاضحيه نفسها. بعد كده بس ما يسيبهاش فتره كثيره لو سابها فتره كثيره بيبرد الجسم الخروف. فبعد ما ساعه ما بيبدا يصلخ فبتبقى صعبه كثير. يجي صعوبه في التقطيع قصدك؟ لا صعبه في السلخ لانه هو بيبدا في السلخ لان في ناس هو مثلا بيجيب مثلا منفاخ وينفخ الخروف. موضوع النفخ ده موضوع مهم 100% لازم ينفخ الذبيحه لانه بيسهل لي في السلخ كتير. تعرف ان بشوف الجزارين عندنا في مصر بيفتح حته كده عند القدم ويقعد ينفخ ينفخ وبينفخ يعني. بس مثلا هو ما بيسلق بينفخ كده بتسهل معه في بتعزل الجلد عن اللحم نفسه. كويس. فما بيسلخ بتطلع معه بسرعه بتطلع نظيف.
بعد كده بيبدا مثلا اذا كان هو بيعرف بيطلع. انا بس قبل ما ندخل في التقطيع يحرم او من الخطا ان احنا نفصل راس الذبيحه تماما عن الجسم. ده غلط وحتى محرم على ما اعتقد يعني. طيب بعد ما بيسلخ الذبيحه افضل طريقه للتقطيع بتبقى ايه؟ هي افضل طريقه مثلا للتقطيع هو بيشيل الكتف لوحدها والفخذ لوحده مثلا وكل جزء لوحده. بعد كده مثلا بيجي مثلا حسب السكينه بقى بالذات لست البيت اللي هي ما بتعرفش او الراجل اللي عاوز يتفنن في شغله او يمسك بدي يقطع بنفسه. كل قطعه لها سكينه مثلا عشان ما يتعورش او كده. يعني مثلا ما يجيش مثلا عند الفخذه بدي يشفيها ويمسك سكينه طويله. صحيح. مش هفضل يكون سكينه صغيره. سكينه صغيره. وعند التقطيع ما يمسكش سكينه صغيره، يمسك يعني سكينه طويله شويه. في قطع كمان مثلا للشوي وفي قطع للسل. يعني مثلا في ناس يقول لك انا اخذ الكتف اقطعه، الكتف طري كتير اقطعه للشوي. ما عنده غلط، الكتف في الشوي. الكتف في السلق احسن من الشوي. الكتف يبقى في السلق افضل، احسن كثير. الشوي الفخده او الظهر والريش الكلام ده تبقى افضل، لانه افضل لان الفخده بتطلع كميه كبيره لحمه ومش فيها عروق كثير. والريش الظهر طريه كثير، يعني بيت الكلى والريش طريه كثير للشوي. طيب سعودي لك ابراهيم ونتكلم في الموضوع الممتع الحقيقه جدا موضوع الأكل دوت، لكن نذهب إلى ضيفي عبر الهاتف من القاهرة دكتور عبد التواب بركات خبير تغذية. أهلا بك معنا دكتور عبد التواب. أهلا بحضرتك يا نعم. أبدأ معك دكتور عبد التواب، من وجهة نظرك غدا يعني سيكون فكرة الذبح، الطريقة المثلى والصحية لطهي اللحوم ما هي؟ كل سنة وحضرتك طيب، طيب والمشاهدين طيبين ونفس عيد الأضحى المبارك. أمين. وطبعا أفضل طريقة لتناول اللحوم اللي هي الطريقة المسلوق، لأن المسبك وقلي اللحوم في السمنة والدهون العالية هي دي اللي بتعمل المشاكل، وخصوصا تناول اللحوم بكميات مع كميات من الملح الطعام الزائدة هي دي اللي بتعمل مشاكل، وخصوصا إذا كان الإنسان أصلا عنده سمنة وكوليسترول عالي فبتزيد خطورة اللحوم الحمراء المسبكة في الدهون. يعني شايف حضرتك أن السلق هو أفضل طريقة لتناول اللحوم بشكل عام؟ نعم، علاوة على الاعتدال في تناول اللحوم، وهذا يعتبر يوم عادي تناول اللحوم قطعتين من الحجم المتوسط، ما يبقاش يعني يا دكتور مثلا قطعتين كل قطعة نص كيلو كويس يعني كده ولا دي؟ لا لي من قطعة الاثنين لا يزيدوا عن 250 جرام، الدهون تكون قليلة. لا ننسى أبدا الخضروات والسلطة، طبق السلطة مهمة جدا. لا نستسلم لتناول كميات كبيرة في هذا اليوم من اللحوم، علاوة طبعا على تناول الكميات المناسبة من المياه، ونبعد عن المياه الغازية طبعا والأملاح عامة والملح الطعام. طيب دكتور فكرة الشوي البعض بيقول يعني مضر بعض الشيء على خصوصا اللي عندهم كوليسترول عالي أو ما شابه، هل ده حقيقي ولا لا فكرة الشوي يعني؟ هذه المعلومة طبعا معلومة صحيحة، لكن احنا في يوم لا يتكرر كل يوم، فلا نحرم الناس يعني من عادة الشوي في مثل هذا اليوم، لكن الاعتدال دائما يا استاذ احمد الاعتدال دائما ياتي بنتائج طيبه، حتى اذا كان هناك محظور من الطعام لكن كلته بكميات معتدله ان شاء الله لن يكون هناك. وشايف حضرتك ان الكميه في هذا اليوم لا تزيد عن ربع كيلو بالنسبه للفرد، لا اكل اكثر من ربع كيلو. ده كميه يعني
مظبوطة يعني من يحصل عليها حتى ده حتى ربع كيلو في في كل وجبة ولا في الثلاث وجبات ولا في اليوم كله ربع كيلو ده اليوم كله ربع يعني كيلو ده احنا يعني الصبح بنخلص القصة دي. طيب بالنسبة يا دكتور لبعض النصائح فيما يخص قطع يعني قطع في قطع محددة يعني يقال مثلا ان الفخذ بيبقى ليه ميزة لكن ليه عيوب مش عارف الضهر يعني هل في حاجة محددة بتنصح بيها في الذبيحة بأكلها بيكون أفضل صحيا أم لا يعني الدنيا مفتوحة؟ نعم هو أولا للإنسان العادي اللي هو مش خبير بقطع اللحم اللي هي يعني اللي بيسموها اللذيذة أو اللي فيها العروق الدهون يعني متوزعة في قطعة اللحم ما بيسموها التندر نيس أو الطراوة في اللحوم. أولا نبعد عن اللحوم اللي هي غنية بالدهون خصوصا لحم الكرش والريش يعني والبط. طبعا في قطع لحمة بيبقى الدهن فيها قليل بطبيعة الحال والمشاهدين عارفينها اللي هي الموزة. الموزة من اللحوم اللي هي يعني طرية ومنخفض محتوى من الدهون عامة. افضل طريقه للتخزين لان البعض يعني بيبقى عندنا كميات لحمه شويه كتير في اليوم ده افضل طريقه للتخزين من وجهه نظرك طريقه صحيه سريعا يا دكتور التكييس بكميات بقطع مش كبيره ثم التجميد مباشره لكن هو المحظور ايه حضرتك انه لما نعيد تسييح اللحمه المجمده علشان الطهي هو ده المشكله انه بعض مربات البيوت بياخدوا اللحمه من الفريزر وبعدين يطلعوها بره احيانا يسيحوها مباشره تحت مياه الحنفيه وهذا خطا او انهم يتركوها في درجه حراره الغرفه وهذا ايضا خطا لانه بيساعد على انتشار الميكروبات والحمل الميكروبي بيزيد بدرجه. طب يبقى الطريقه الصحيحه بعد ما طلعها من الثلاجه ايه يا دكتور بسرعه ان حضرتك ربه البيت تخرج اللحمه من الفريزر قبلها بيوم تضعها على رف التلاجة لليوم السابق للطهي بحيث اللحم يعني واضح يعني بنزلها من الفريزر لأي رف من رفوف التلاجة قبلها بيوم ولا بليلة ده يكون أفضل صحيا. شكرا جزيلا يا الدكتور عبد التواب بركات خبير التغذية كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. أذهب سريعا لزميلي حسام بالتأكيد لديك الكثير من مشاركات الجمهور فيما يخص هذا الموضوع. تفضل. بالطبع أحمد لكن الجمهور أخذ الموضوع بسخرية تامة كالعادة الأكلة الشعبية في العيدين هنضحي وندبح البصل بدل الخروف لأن أكيد ما فيش فلوس أصلا للحمة. ده تعليق هيثم محمود على فيسبوك ومنه إلى أحمد حسن بيقول ما فيش نفس الهم والفقر والضجر. تعليق آخر من فيسبوك أيضا مع أسلفنا ذكره وإلى تعليق سمية بتقول مات العيد في مصر وأصبح ذكرى لموت شهيد وأصابه وموعد لزيارة معتقل. وإلى تويتر نبدأ بسلسبيل بتقول في العيد ما بعد الانقلاب بنستعد للصلاة بشال فلسطين وحظاظة سوريا وأعلام ربعة عشان بعدها نخرج في مسيرات واللي يعتقل أو يستشهد أو يصاب ده العيد في مصر. وتغريدة أخرى من بسمة بتقول يأكلوا كفتة العسكر بلحم الشهداء وكحك العسكر ويبلعوا بمشروب دم الشهيد. التغريدة الأخيرة من سلمى بتقول من أشهر الأكلات المصرية في العيد فتة ولحمة وملوخية بس حاليا ممنوع حيازة الملوخية واللحمة غالية على الشعب المطحون في الغلو والفواتير مش باقي غير الفتة هنعملها بالفراخ في عهد السيسي وضمن ضمن إنجازاته اللي الإعلام أغفلها. نعم شكرا جزيلا كالعادة السخرية من الأمر أشكرك شكرا جزيلا حسام كجزار بقى أفضل حتة في الذبيحة من وجهة نظرك بيكون إيه وأفيت حتة يعني هو أفضل حتة بالذبيحة اللي هي إحنا بنقولها في مصر بيت الكلاوي اللي إحنا دي أطرى قطعة ممكن تأكلها وتنزل بالريش دي اللي انت احسن شيء هي فيها نسبه دهن انت بتقول عكسك الدكتور انا بقول على الطعام انا بقول على الطعام احنا بدنا ناكل ما احنا كده لو كنا سمعنا كلام الدكتور ربع كيلو في اليوم فاكيد المساله هتبقى صعبه احنا انا مثلا يعني عندنا مثلا في الشغل وكده حتى اسعار اللحوم بين درجات البيت الكلى والريش والرقبه بتختلف كتير فبيت الكلى بتطلع مثلا في الطعم أزكى كتير بتيجي بعدها الريش كمان أزكى وأزكى بس في الرقبة في السلق
ممتازه هي والكتف. تحب ان الرقبه تتسلق افضل من لا الرقبه في السلق هي والكتف صراحه ممتازين جدا لانك انت بتاكلها في السلق بتطلع طعمها كويس. جوعتنا يا ابراهيم كده. شكرا جزيلا ابراهيم فرحان جزار ومشرف قسم اللحوم باحد المجمعات التجاريه. اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا عرضنا في مصر الليله متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. مش هقول غير كده حسب الله ونعم الوكيل في اللي كانوا السبب في قفل الجمعيه. على هامش العيد اسر فقيره تشكو من تضررها من اغلاق الدوله لجمعيات خيريه ومراكز اهليه كانت تقدم لهم يد العون، فإلى متى يدفع الفقراء ثمن المكايدة السياسية؟ ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم على عرفات وينفرون إلى مزدلفة قبل العودة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. وفي ليلة العيد نصائح وافية لتبح وتقطيع الأضحية وأفضل الطرق لحفظها وطهيها. حسبي الله ونعم الوكيل. مش هقول غير كده حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كانوا السبب في قفل الجمعية. على هامش العيد أسر فقيرة تشكو تضررها من إغلاق الدولة لجمعيات أهلية ومراكز كانت تقدم لهم يد العون، فإلى متى يدفع الفقراء ثمن المكايدة السياسية؟ تواصل المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في عدد من المحافظات تحت شعار الله أكبر عيدنا النصر. أهلا بكم مشاهدينا الساعة الثانية من مصر الليلة، وهذه الليلة أرحب مجددا بحسام يحيى هاشتاج مصر الليلة. أهلا بك معنا حسام. أهلا أحمد. وكذلك أرحب مجددا بزميلي سيد توكل وأنتقل إليه لآخر وأهم الأخبار. شكرا لك سيد. أحمد العفو. أهلا بكم مشاهدينا. بدأ حجاج بيت الله الحرام الإفاضة من صعيد عرفات إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم، وأدى ضيوف الرحمن في مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد استعدادا لأن يبيتوا ليلتهم هناك، وبعد ذلك يتوجهون لمشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر غدا. وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يبدأون نحر الهدي ثم حلق الرأس والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة. حددت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن الجمهورية، حيث تبدأ صلاة العيد في 6:15 في القاهرة والجيزة وبني سويف والمنصورة وبنها، فيما تبدأ الصلاة الساعة 5:51 في مدينة حلايب لتكون أول مدينة بمصر تصلي العيد، ويبدأ المصلون في مدينة السلوم الصلاة في 6:46 لتكون آخر مدينة تصلي العيد في مصر. قال المتحدث باسم القوات المسلحة إن الجيش شن حملات أمنية موسعة في عدة محافظات خلال الأيام الماضية ما أسفر عن مقتل 12 ممن سماهم العناصر الإرهابية والقبض على 68 آخرين. أوضح المتحدث في بيان نشر على صفحته على فيسبوك أن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة شنت عددا من المداهمات بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد خلال الخمسة الأيام الأخيرة. وقال بيان المتحدث العسكري إن من بين المضبوطين محمد سلمان أبو شيتة، وهو بحسبه أحد العناصر المطلوبة أمنيا وشديدة الخطورة. قال الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشومي إن عملية بناء سد النهضة بلغت 40% وإن المرحلة الأولى للبناء ستنتهي في يونيو المقبل، حيث يتم إنتاج 700 ميجاوات من الكهرباء. وأضاف تيشومي في تصريحات إعلامية بأن اللجنة الوطنية الثلاثية المشكلة من مصر وإثيوبيا والسودان تقوم فقط بدراسة التأثيرات البيئية للسد وليس للفصل في النزاع القائم لبنائه. وشدد الرئيس الإثيوبي على أن ما يحدث في مصر هو مجرد سوء تفاهم، مستبعدا أن تتطور الأوضاع إلى حرب بين البلدين حال فشل المساعي السياسية. قالت وزارة المالية إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ارتفع خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين ليصل إلى 56 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
أوضحت المالية في تقرير أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 1.1 نقطة مئوية خلال شهرين مقابل 7.1 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق. كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة، عودة لزميلي أحمد طه. إليك أحمد. أشكرك جزيلا سيد، ومنك أذهب لحسام تذكرة مجددا بعناوين أو أهم موضوعات الساعة الثانية من مصر الليلة. تفضل حسام. نعم أحمد. أهلا مشاهدينا، لمن يسأل عن كيفية المشاركة معنا في فقرة التواصل الاجتماعي نذكركم بأنه يمكنكم المشاركة معنا عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر، وذلك كالعادة عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. ونذكركم الآن بقضايانا في الساعة الثانية من هذه الليلة. قضيتنا الثالثة، مع تراجع عمل الجمعيات الخيرية بعد ضغوط من النظام، برأيك كيف نساعد الفقراء وندخل عليهم الفرحة في عيد الأضحى؟ أما القضية الرابعة والأخيرة، استمرار الحراك السياسي الثوري ليلة العيد في أسبوع عيدنا النصر. هذه القضايا سنناقشها مع الزميل أحمد طه ومع ضيوفنا، لذا لا تنسوا المشاركة عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. لك أحمد. شكرا جزيلا حسام. مشاهدينا، بينما يستعد الناس لذبح أضحياتهم، هناك على هامش العيد أسر في قاع الفقر، أيتام، أرامل، عاطلون عن العمل، لا يجدون قوت يومهم. كيف سيكون حالهم هذا العيد بعد أن جمد النظام نظام 3 يوليو أموال أكثر من 1000 جمعية أهلية كانت المتنفس الوحيد للعمل الخيري في ربوع مصر؟ للفقر أيضا في مصر أرقام وإحصائيات رصدها جهاز الإحصاء في تقريره نهاية عام 2013 بنسبة تخطت 26%، بينما تقول منظمة أنها تأمل في انخفاض نسبة الفقر بمصر إلى 50% العام القادم، وما بين تخفيض الدعم عن سلع وإغلاق منافذ العمل الخيري يبقى السؤال، هل سيفرح الفقراء فقراء الوطن بالعيد هذا العام أم لا؟ مع حلول عيد الأضحى المبارك وشراء المواطنين للحوم والملابس للاحتفال به، تجد آلاف الأسر نفسها تعاني من العوز الذي كانت الجمعيات الخيرية تحاول التقليل منه عبر مساعدتهم. فمنذ انقلاب 3 يوليو توالى الحديث عن نية السلطات تأميم العمل الأهلي لصالحها عن طريق السيطرة على الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدتها للفقراء وتسهم في الحد من ظاهرة الفقر وتقوم بأدوار هامة لمنع انفجار الأوضاع الاجتماعية في البلاد. داخل عيد ربنا يعلم بينا السنة، مش زي كل سنة أبدا. كل سنة كنا بنبقى مرتاحين، وكانت في جمعيات تبع الإخوان كانت بتجيب لنا حاجات، دلوقتي اتمنعت، يعني كانت بتخش علينا كل شهر اتمنعت. وحتى العيد السنه اللي فاتت اللي من دول كده كان عندنا لحمه، والله ما دخلت علينا، وربنا هو اللي يعلم بالظروف. عشرات الجمعيات الخيريه استولت عليها الحكومه وجمدت اموالها بحجه انتمائها لفصيل سياسي واستغلال الفقراء. حالتي على العيد ولا تحر ولا سر عد ولا حبيب، حالتي ما فيش حاجه، اما فجر اللحمه ما بصلها والله تاني، حتى حيل تحت السارقه اما بصلها كده، ولا فايت تجارها مشان ما اقدر افتح كيلو ولا افتح نص كيلو، عايشين على الهياكل وعايشين على الكرشه هنا. آلاف الأسر وجدت نفسها مقبلة على العيد دون وجود من كان يساعدهم في الأعوام الماضية بعد إغلاق الحكومة للجمعية التي كانت تقدم المساعدات لها. نفسي أجيب لبس العيال، فين طيب اللبس؟ ما اللي كانوا بيجيبوا لنا روح، كانوا بيجيبوا لبس العيال، حتى لبس المدارس كانوا بيجيبوها والله العظيم. والله أنا بنتي شحت لها لبس المدرسة السنة دي. ولبس ولادي ما بيلبسوش لبس السنة اللي فاتت برضه، في برضه بيبقى صغير عليهم بلبسه. يعني في لسه في المدرسة لو جد الوقت وانت داخلة القميص قصير كده عليه. العديد من الخدمات كانت تقدمها الجمعية لهذه الأسرة التي تعتبر هذا العيد هو الأسوأ بالنسبة لها. العيد اللي فات كان عيد ممتاز قبل الجمعية الخيرية ما تتقفل، كنا عايشين في خير، الوقت ما فيش، من ساعة الجمعيات ما قفلوها مش لاقيين حاجة، ولا لاقيين مصاريف، ولا لاقيين حاجة تخلق، ولا التومين. التومين الوقت اللي رفعوه عنا الوقت، نجيب منين التومين؟ اجيب منين قول الزيت ب 10 جنيه؟ اشتري كيف؟ انا كنت لما اجيب الثمن قزاز كان مقدور الشهر. وفي ظل استمرار اغلاق الجمعيات يتوقع تزايد الاحتقان الاجتماعي الذي قد ينفجر في اي لحظه.
نفسي انا ادي زي الناس، ونفسي اولادي ياكلوا زي الناس، ونفسي اولادي يشربوا زي الناس، ونفسي اجيب اللي نفسي فيه. انا في ناس لما ابص عليها وهي جايبه الحاجه وما اقعد اما احط في نفسي وازعل. ما فيش حاجه خالص داخله علينا، وهم الجمعيات اللي كانوا بيصرفوا علينا وبيجيبوا لنا كل حاجه. وحسبي الله ونعم الوكيل، مش هقول غير كده، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كانوا السبب في قفل الجمعيه. شايفين خالص يعني، ظبطوا لنا الاضاءه. وللحديث حول هذا الموضوع معي في استوديو مصر الليلة سيد محمد الشبراوي الناشط الحقوقي، أهلا بك معنا سيد الشبراوي، وكذلك الأستاذ علاء البحار الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أهلا بك معنا أستاذ علاء. أبدأ بك مع أستاذ الشبراوي، غلق أكثر من 1000 جمعية حقيقة ذاك في بداية الانقلاب العسكري، ما مدى تأثيره على فقراء مصر وهم الحقيقة يعني حسب الجهاز المركزي للتعبئة الأحصاء أكثر من 26%، يعني أكثر من ربع المصريين تحت خط الفقر. نعم. تفضل. يعني هو بداية أستاذ أحمد لابد أن نقر بشيء مهم للغاية، وهو أن العمل الخيري في مصر كان ضحية لصراعات السلطة مع معارضيها، كذلك تعرض العمل الخيري الإسلامي تحديدا في مصر لهجمة شرسة دوليا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 من سبتمبر المعروفة. أما فيما يتعلق بالقرار الخاص بتجميد أموال 1055 للحقيقة القرار قديم بعد الكلام العسكري مباشرة، لا نناقش القرار في حد ذاته لأننا ناقشناه، لكن ده تأثير وانعكاساته النهاردة إحنا في ليلة العيد على الفقراء من الناس. نعم بالطبع، يعني له تأثيرات كبيرة جدا، لأن العمل الخيري في مصر تحديدا بعد 23 من يوليو 1952، وأستطيع أيضا أن أقول لك أن العمل الخيري في مصر له جذور عميقة تبدأ منذ القدم، سواء في الوقف أو التكيات أو ما شابه ذلك. لكن لو خدنا الشكل القانوني للجمعيات، فقد بدأ بيتا من 1821 بإعلان أول جمعية تعلن في مصر، وبعد ذلك توالى هذا الأمر مع دستور 1923. لكن العمل الخيري في مصر كان له مهمة مميزة للغاية، رفعت الكثير عن كاهل النظام وكاهل الدولة، حيث كان العمل الخيري يمثل ركيزة مهمة في تخفيف الاحتقان لدى كثير من القطاعات الشعبية نتيجة لفشل الدولة في إدارة الملف الاقتصادي وانتشار الفساد وزيادة الفقر والفجوة الكبيرة في الدخول واستئثار فئات معينة بالدخل في مصر. لذلك هذه الضغوط التي مورست على الجمعيات الخيرية والمستهدف بها الجمعيات الخيرية الإسلامية تحديدا كانت بمثابة إعلان حرب على الفقراء في مصر، وأدت إلى تعميق أوجاعهم. نعم. مع الأسف الشديد. طيب. نعم. للحديث في ذات الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور منير جمعة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عضو الجمعية الشرعية سابقا. أرحب بك معنا دكتور منير، كل عام وأنتم بخير. يا مرحبا، تقبل الله منا ومنكم. آمين. دكتور منير، فكرة غلق الكثير من الجمعيات الأهلية خاصة التي تتبع يعني التيار الإسلامي، إلى أي مدى أثرت على الفقراء في مصر من وجهة نظرك؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد قد جاء في الحديث أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجات أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فالجمعيات الخيرية في الحقيقة كانت تمثل من أصول شرعية أصلها مبدأ أن هناك واجب اسمه الواجب الكفائي. الواجب الكفائي يعني يجب أن يقوم من الأمة وينوب عنها من يسد حاجات الفقراء واليتامى والمساكين. فقامت الجمعيات الشرعية على هذا الأساس الشرعي وعلى هذه الأصول الشرعية. ولأننا طبعا في عهد انقلاب ومحاربة لكل ما هو إسلامي، فكان من الضروري أن يتم ما حدث من الاستيلاء على أموال الجمعيات. سابقة خطيرة جدا أثرت على بنية المجتمع، البنية التحتية التي كانت تعتمد على مساعدات مستمرة منضبطة بضوابط شرعية منضبطة من جمعيات منضبطة تشرف عليها الدولة،
تشرف عليها من الناحية القانونية والمالية وليس من الناحية الإدارية، هذا كله ذهب أدراج الرياح. وأنا أحب أن أؤكد أن الجمعية الشرعية بالذات وهي أعرق هذه الجمعيات من شئة عام 1912، يعني أكثر من 100 سنة وهي تتخصص في هذا الجانب، سد حاجات المجتمع وسد ضرورات الأمة. هذه الجمعية حصلت منذ عدة أيام فقط على حكم قضاء من محكمة القضاء الإداري لإطفاء هذا القرار الإداري بالاستيلاء على أموال الجمعية وإلى على أموال تحديدا أموال 138 جمعية، وإلى الآن لم ينفذ هذا الحكم. يعني وما زالت هذه الجمعيات مجمدة أموالها اللي هي 138 التابعة للجمعية الشرعية يا دكتور مولى؟ نعم، دي مجمدة أموالها. طيب، مجمدة أموالها، وهناك حكم قضائي يرفع هذا التصرف الإداري ولم يتم تنفيذه، ولا ندري لماذا. أين أحكام القضاء في دولة تزعم أنها تطبق أحكام القضاء؟ طيب، ما أريد أن أقوله أن هذه الجمعيات في الحقيقة هي تقوم مقام الدولة وتنوب عنها، فلو أن الجمعيات أغلقت فكأن الدولة يعني تبيد نفسها. طيب، أنا الحقيقة النقطة دي مهمة يا دكتور منير وسأعود إليها مرة أخرى، أرجو أن تبقى معي، سأعود إليك. لكن دكتور أستاذ علاء، فيما يخص يعني السيد شبراوي الدكتور منير بيتحدث على أن هذه الجمعية كانت وكأنها تقوم بدور الدولة في تخفيف العبء عن كاهل الفقراء، هل هذا حقيقي بالفعل؟ هل تمثل هذه الجمعية ركيزة أساسية لتخفيف العبء على الفقراء أم لا؟ أم أن الدولة بعدما أغلقتها يعني فتحت منافذ أخرى؟ بالفعل، يعني العمل الخيري هو جزء من المجتمع المدني، عمل المجتمع المدني وهو بعيد عن الدولة. يعني حتى في مصر الاقتصاد الموازي 1.8 تريليون جنيه. الاقتصاد الموازي ده اللي هو ملوش دعوة بالدولة، الاقتصاد اسمه اقتصاد غير الرسمي. جزء كبير من 1.8 تريليون جنيه جزء منها العمل الخيري. يعني في دراسة للمركز المعلومات بمجلس الوزراء بيقول انه العمل الخيري تقريبا 4.5 مليار جنيه سنويا، اللي هو العمل الخيري في الاسر كمان، مش خمسة من عشرة ربما يكون زي، بس دي اخر احصائيه يعني انا حصلت عليها 2010 كلام سليم. فهي 2012 تقريبا 5.5 مركز معلومات. هي الفكره كلها انه العمل الخيري عمل اضافه. ما هو على فكره دلوقتي الجيش على سبيل المثال بيقوم بعمل خيري، بيوزع سكر وزيت وطوين، بيقولوا انه السيسي ودى 60 عجل مثلا، لكن ده ما اسموش عمل خيري، ده اموال الدوله بيصرفها بس هو بيعمل دعايه بيها. انما العمل الخيري هو اضافه بالفعل للاقتصاد المصري. العمل الخيري بيقوم على نقطه مهمه جدا، بيقوم على نقطه الثقه. يعني ازاي كان الجمعيات الخيريه بتجمع الاموال من الناس؟ عن طريق الثقه. يعني الاخوان المسلمين تحديدا نشطوا جدا قبل الثوره في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عبر الثقه، لانه فعلا الدوله كانت شايفهم بدورها. الناس الاغنياء او شريحه بيثقوا فيهم ولذلك يدوهم باموالهم. وعلى فكره ده جزء من اي عمل اقتصادي يجب أن يقوم على الثقة. يعني حتى التاجر الأمين بيقدر يعيش في المجتمع ويقدر يزود يعني تجارته عن طريق الثقة وعن طريق الأمان. لكن ما حدث بعد الانقلاب، يعني بعد الثورة على فكرة احنا في مصر في 45 ألف جمعية، ده المشهر رسميا، لكن النشط فيهم حوالي 3000 جمعية اللي هم قفلوا منهم 1000 منهم لا ده كمان ده الألف دول من الجمعيات النشيطة، ال 5000 يعني دول قفلوا 1000 من 3000 جمعية نشيطة، من 3 ل 4000. طيب ال 2000 اللي باقيين يا استاذ شبراوي، هل بيصدوا العجز؟ خصوصا احنا عندنا جمعيات ليها يعني اسماء كبيرة ورنانة بتجمع اموال كبيرة. مصر الخير اللي هي تبع صناع الحياة، رسالة وغيرها من الجمعيات الشرعية. هنا انا استطيع ان اجيبك بمجموعة من الأرقام أيضا لأنها مهمة للغاية في هذا الأمر. هناك جمعيات رائدة تم تجميد أرصدتها، يعني على رأسها على سبيل المثال الجمعية الطبية الإسلامية، معروفة ومعروف نشاط اللي هي جماعة حوالي 10 مستشفيات. نعم، لها 10 مستشفيات كانت يعني تخدم كثافة سكانية لا تقل عن 5 ملايين نسمة. إضافة إلى ذلك الجمعية الشرعية لها على سبيل المثال ما يقارب 1090 حضانة منتشرة في 18 محافظة، ولها حوالي 30 مركز طبي منتشرة أيضا في 18 محافظة، كانت تغطي التخصصات باهظة الثمن. إضافة إلى ذلك كانت ترعى ما يقارب 540 ألف يتيم و250 ألف أم. هنا أستطيع أن أقول لك يعني حتى تعلم حجم الكارثة،
الكبيرة في هذا الأمر وحجم استهداف العمل الخيري الإسلامي تحديدا سواء كان محليا أو دوليا. لا ينفك هذا الذي يحدث في مصر عن ضرورة ربطه بالعامل والعنصر الضاغط دوليا. على سبيل المثال تقرير مجلس الوزراء مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء قدر عدد الجمعيات بحوالي 16800 جمعية لها أنشطة متبينة. قدر أيضا بأن هذه الأموال التي توجه للعمل الخيري توجه لنحو 60% من المصريين ممن هم تحت خط الفقر أي الغالبية العظمى. كذلك أكد التقرير على أن نحو 30 مليون مصري في قاع الفقر لا يجدون سوى هذه الجمعيات ويعيشون على الإعانات التي يتحصلون عليها منها. طيب هنا على سبيل المثال الأسر التي يعني في التقرير نفسه ماذا يقول هذا التقرير كان هذا في 2012 يقول أن 97 سأعطيك بس سأعطيك شيئا شيء مهم جدا 97% من الأسر التي تقوم بأعمال الخير يدفعون الأموال بغرض الزكاة و 21% بغرض المساعدات. الأدهى والأمر هو تقرير الأمم المتحدة بأن نسبة الفقر النسبي في مصر يعني لك أن تتخيل حجم التداعيات النسبي في مصر تصل إلى 43%. وعندما أقول الفقر النسبي 43% عندما أقول الفقر النسبي أي هؤلاء الفقراء الذين يستطيعون أن يغطوا فقط لا غير تكاليف الطعام والشراب. الحقيقة هو نعم. هو رئيس الجهاز المركزي المحسن بيقول نعم. أن الأسرة المكونة من 5 أفراد نعم. في مصر تحتاج 1600 جنيه شهريا عشان تغطي النفقات الأساسية ده نعم. معناه أن كتير منهم تحت خط الفقر نعم. طيب ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السيدة إيمان عبد الرحمن ناشطة في العمل الخيري. أهلا بك معنا أستاذة إيمان وطبعا كل سنة وأنت طيبة. ونحن في ليلة العيد فكرة يعني غلق جمعيات أهلية كثيرة كانت تابعة لما يعرف ب يعني التيار الإسلامي ما مدى تأثير ذلك على الفقراء في مصر من وجهة نظرك من خلال التجربة الشخصية؟ تفضلي. حضرتك هو أنا جمعية خيرية بس أنا نشطة فهو في مشكلة كبيرة جدا حصلت إن كمية التبرعات قلت جدا بالنسبة للجمعيات وده طبعا انعكس فظيع على الفقراء وعلى الأيتام وعلى الأسر. ليه يا أستاذة إيمان أنت بتقولي إيه السبب اللي جعل إن فكرة التبرع تقل يعني عن ذي قبل يعني أو عن السنوات الماضية؟ بص حضرتك هي طبعا التبرعات قلت جدا بسبب حاجتين. الحاجة الأولانية إن الاقتصاد قل ما بقاش معاها فلوس تقدر تدي تبرعات تدي تبرعات كده بجانب ان برضو حصل حالة من الخوف ومن الهلع للناس اتجاه الامر دوت يعني الناس بقت خايفة انها تدي تبرعات لاي حد او كده هو رغم ان في جمعيات ثقة جدا فهم بقوا يخافوا والجمعيات الباقية ليست لها نفس الثقة اللي كانت بتتمتع بها بعض الجمعيات التي اغلقت ام لا يعني بص حضرتك الجمعيات اللي هي الكبيرة اللي هي زي ما الأستاذ تفضل وقال مثلا الجمعيات الطبية الجمعية الشرعية هي ليها ثقل ومع ذلك حضرتك برضو حصل لها عملية انهيار فتوقع بقى حضرتك الجمعيات اللي هي تعتبر بسيطة فمثلا بتبقى مثلا هي جمعيات بتخدم الأحياء بتخدم المنطقة بتخدم كده في حضرتك مشكلة كبيرة جدا ان مفيش تبرعات ليها بجانب ان في تضييق نفسه من الشؤون ومن البلد يعني حضرتك احنا مثلا كنا بنعمل نشاطات ما ينفعش نعمل حاجه دلوقتي ما بقاش ننفع ان احنا نعمل يعني حضرتك ممكن نعمل نشاط نعمل كذا ده حتى كانت في فكره استاذه ايمان لا فكرة اللي هي جمع مثلا الجلود بتاعة الأضاحي والخراف حتى الدولة أغلقت كانت الجمعيات بتجمعها وتبيع هذه الجلود بعد يتم التبرع بها لصالح الفقراء وكانت بتدخل يعني أموال جيدة وإذ بالدولة تغلق حتى الباب ده وتقول اللي عايز يتبرع بالجلود يروح يديها للدولة أو لمركز الشباب وهي تتصرف فيها بعد كده. بالضبط. بص حضرتك هو دلوقتي بقت كل حاجة يعني حضرتك الزكاة المال بقت دلوقتي لها صندوق ولها كذا وبعدين حضرتك دلوقتي لو عملت اي جمع تبرعات اي جمع مثلا لحوم اي جمع جلود زي ما حضرتك بتقول اي نوع من انواع النشاط يجيب الدخل للجمعيه بقى مضيق جدا وبقى طيب. يعني مش سهل مفيش حد ملى الفراغ استاذه ايمان مفيش حد ملى الفراغ اللي تركته ما يقرب من 1000 جمعيه اغلقت بعد الانقلاب العسكري مفيش حد قدر يملى الفراغ دوت ام لا لا يا استاذي خالص
بص حضرتك اي جمعيات دلوقتي بتقفل في اي مناطق، وبعدين هم المشكله ان هم بيقفلوا جمعيات عشوائيا، يعني بيقفلوا جمعيات كتيره جدا لمجرد بس ان هي ممكن تكون عامله نشاط او لمجرد بس الاسم. ففي في خلل جامد جدا 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 في المناطق نفسها، لان قفل الجمعيات بقى كتير وبقى تضييق جدا. يعني يعني الجمعيات اللي ما اتقفلتش، يعني اللي هي حضرتك الجمعيات اللي ما اتقفلتش، جمعيات عليها تضييق جامد جدا في كل حاجه. نعم. يعني تضييق من الشؤون. وانت لمست بنفسك يا استاذه ايمان ان الفقير بشكل مباشر تضرر من دوت، واحنا في ايامين لمست ده بنفسك. طبعا اصل حضرتك احنا دلوقتي، يعني احنا حضرتك دلوقتي مثلا بنيجي نديهم حاجات شهريه، بندي مثلا حاجات على رمضان، بندي حاجات على ايه، حضرتك انا هجيب منين لو هو ما حدش اداني؟ صحيح. وفي نفس الوقت كمان انا ما عنديش مصدر ان انا ادي منه، وفي نفس الوقت كمان هم مانعين ان انا اعمل حاجه. شكرا جزيلا. يعني حضرتك ان انا مثلا عشان اعمل نشاط اجيب بيه فلوس ممنوع. ممنوع دلوقتي التضييق بقى دلوقتي على التبرعات والحاجات دي. طب انا حضرتك حد ايه؟ الناس فعلا بقت والناس عموما في موضوع العمل الخيري ما بتثقش في الحكومات عموما ولا الانظمه. على اي حال انا اشكرك شكرا جزيلا ايمان عبد الرحمن ناشطه في العمل الخيري، كنت معي عبر الهاتف من القاهره. ونذهب سريعا لزميلي حسام، وماذا لديك حسام في سياق هذا الموضوع؟ نعم احمد. بيقول احمد فكري بيقول نساعدهم بالكفته الميري بتاعت عبد العاطي، منها علاج ومنها عيد اضحى. ده احمد فكري على تويتر. ومنه الى مجدي بيقول عسكر كل عملهم تعذيب وذل واستعباد الفقراء ومحاوله القضاء عليهم. تغريده اخرى من احمد بيقول نسجنهم كلهم، ده احد حلول السيسي، مش احسن ما نقتلهم. التعليق الاخير او التغريده الاخيره من سالي بتقول ناخد شويه من فلوس صندوق تحيا مصر. ومن تويتر الى فيسبوك نبدا بابراهيم بيقول ليس لهم الا الله. تعليق اخر من جهاد بيقول نساعد الفقراء ان احنا طبعا نغني لهم تسلم الايادي. تعليق اخر من احمد بيقول اذا كنا احنا مش حاسين بالعيد هو فين العيد اصلا. التعليق الاخير من ياسر بيقول السيسي بدل ما يحنوا على الفقراء داس عليهم. واضح ان الفقراء والسيسي في قطبين متصارعين يعني. شكرا جزيلا. شكرا حسام. فكره ان الدوله او النظام، نظام ما بعد الانقلاب العسكري، الم يعي فكره ان هو باغلاقه هذه الجمعيات يعني يؤثر على فكرة الفقر وازدياد الفقر، وده في النهاية مش بصالحه. يعني هو ما خدش باله من دوت وهو بيقدم على خطوة إغلاق الجمعيات الأهلية، خصوصا اللي تابع منها للتيار الإسلامي، ولا المكايدة السياسية كانت أهم عنده من ده؟ وفي الحقيقة النظام الحالي بعكس نظام رئيس مرسي، بل بعكس نظام الرئيس مبارك، مبارك لأنه هو مبارك كان بيعتبر العمل الخيري بيمتص جزء من حماس الشباب ومتنفس وبيحل إلى حد ما أو بيساهم في حل مشكلة الفقر، اللي هي زي ما قلنا 26% حسب الجهاز المركزي للتعبير والإحصاء، 27% حسب تقرير للبنك الدولي اللي هو التقرير الرسمي، 42% أو 41% أو أكثر من 40% ده تقارير دولية لتنمية الأعمال البشرية وما الآخر. يعني بتكلم على الأقل 25 مليون مصري، ربع المصريين فقراء. في الحقيقة بعد الانقلاب كان توجه النظام هو إهمال الفقراء، مش بس في فكرة أنه هو بيجفف منابع العمل الخيري، بل بالعكس ده كمان في طريقة معالجته للعملية الاقتصادية، رفع أسعار الوقود ورفع أسعار البنزين، كل ده جه بالسلب على الفقراء مع غلق الجمعيات. في الحقيقه فكره حتى المجتمع المدني دي مهمه جدا. هو ليه الاخوان نجحوا في المجتمع في العمل المجتمع المدني والعمل الخيري؟ لانه الاخوان كانوا بيبدعوا في العمل الاقتصادي. الفكره كلها ايه؟ ما هو ده عمل خيري وده عمل خيري، لكن الاخوان كانوا بيعملوا حاجات ثانيه. يعني فكره الجلود اعتقد كانت ده على سبيل المثال من الاخوان، على الملابس فكره بيع الجلود وان هي تجيب اموالها امور اخرى، فكره الملابس المستعمله اللي الكل قلدها، فكره التكافل الاجتماعي في النقابات، يعني نقابه الصحفيين، نقابه الاطباء، دي فكره التكافل الاجتماعي جوه في حاجه اسمها صندوق التكافل. فكره المشروع الطبي اللي هو بيتكافل، الناس دي برضه فقراء، يعني ما حدش يتخيل. لا هل نتخيل يعني برضه البعض متخيل انه معظم الصحفيين اغنياء؟ لا، الصحفيين احيانا متوسط 600-700 جنيه، وايضا الاطباء وغيرهم من ده. انا بقول تخيل بقى بالمواطن العادي، المواطن العادي اللي هو دخله اقل من 2 دولار حسب اللي هم تحت خط الفقر، اللي هم ربع المصريين تقريبا. لكن دكتور منير، يعني خليني اتكلم على فكره الثقه. يعني ليه جزء وشريحه من المجتمع المصري كان يثق
في جمعيات التابعة للطائر الإسلامي أو للجمعية الشرعية أو لأنصار السنة ولا يثق فيما عدا ذلك، كان يقدم لهم سواء كانت الزكوات أو الصدقات وما إلى ذلك ولا يقدمها لغيرهم أو لا حتى لا يقدمها للجمعيات التابعة للدولة. ما السبب وراء ذلك من وجهة نظرك يا دكتور؟ هذا سؤال الإجابة عليه سهلة. التيار الإسلامي في مصر ليس فئة منعزلة ولا طائفة قليلة. التيار الإسلامي متجذر في مصر هو بالملايين، فهو يثق في ممثليه الذين في الجمعيات هم انعكاس لأغلبية الشعب ومنعكاس للتيار الإسلامي الحقيقي الذي على الأرض، ليسوا مفصولين عنه. فالجمعية الشرعية هي من عموم الشعب ومن عموم المتدينين، وأنصار السنة تعبر عن فئة الشعب، والإخوان المسلمون يعبرون عن فئة كبيرة من الشعب، لذلك وثق الشعب فيهم. ولذلك أنا أقول في هذه النقطة أن الحكومة الحالية تخسر كثيرا بمنع هذه الجمعيات. يعني إغلاق الجمعيات هو لصالح الإخوان ولصالح التيار الإسلامي وليس لصالح الدولة، لأن هذه المطالب ستنفجر في وجه الدولة. ونحن نرى الآن انتشار حالات الانتحار كتعبير عن اليأس الاجتماعي وفقدان الثقة. طيب يصبح السؤال يا دكتور منير، يعني ما الذي يجعل الدولة تقدم على مثل هذه الخطوات التي أنت تقول لا تأتي في صالحها وتغلق مجالات العمل الخيري ورفع والتي كانت ترفع عن يعني شيء عن كواهل الفقراء في مصر؟ السبب واضح يا سيدي، السبب واضح. بالإضافة إلى الغباء السياسي، فهناك الانتهازية السياسية ومحاولة الحصول على مكسب سريع بوضع اليد على هذه الأموال ظنا منهم أنها ستنقذ المركب الغارق، لكن الموضوع أعمق من ذلك بكثير. هم يفسدون بنيان المجتمع، بنية المجتمع التحتية كلها تتهاوى الآن، وهذا سينعكس عليهم سلبا. الفقراء الآن يملؤون مصر وهم عناد أي شعب. الطبقة المتوسطة التي تتآكل الآن هي عناد أي شعب يا دكتور. يا دكتور بصراحة شديدة، أنت استشعرت بنفسك يعني بعيدا عن الكلام العام، استشعرت بنفسك أن في إشكالية بيعيشها الفقير هذا العام ونحن يعني ليلة عيد الأضحى أو حتى في رمضان الماضي أكثر، يعني الفقر ازداد والفقير أصبح أكثر حاجة من ذي قبل بسبب إغلاق بعض الجمعيات؟ هذا لا يشك فيه أحد يعيش في مصر. أن حالات الفقر ازداد تتم على بعض الناس. الآن هو الطفح ومسمي المرأة الطفح في الشوارع في كل مرة. لماذا؟ لأن حتى المحسنين من الإخوان ومن المتدينين أصبح لديهم شعور أو بعض الشعور بالتبلد تجاه هؤلاء الفقراء الذين وقفوا مع الدولة يوما ما. يعني قالوا هؤلاء هم الذين أبادونا، ووقفوا مع الظالمين، ووقفوا مع الذين قتلونا في ربع ويقتلوننا في الميادين. فأصبح لدى المسلم المتدين العادي عدم إحساس بالفقراء، فهذا زاد الفجوة والهوة، وأصبح الفقر يتسع فعلا ولا يجد أي معالج على أي صعيد، وهذا ينذر بكوارث كبيرة جدا في مصر. شكرا جزيلا دكتور منير جمعة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. سيد شبراوي، سريعا فيما يخص أن الدولة هل تستطيع أن تقوم بدور يعني تنشئ جمعياتها أو يعني تعطي إشارات لأشخاص وأناس قريبين منها أن ينشئوا مثل هذه الجمعيات فتغطي هذه الفجوة التي خلفتها غلق الجمعيات التابعة للتيار الإسلامي؟ يعني مع الأسف الشديد عدم الرشادة السياسية والإدارية للذين تولون أمر البلاد بعد انقلاب الثالث من يوليو دفعتهم دفعا نحو هذا الطريق. هذا الطريق اندفعوا إليه أولا، هناك نقطة تغيب عن كثيرين، لمغازلة الأمريكان والغرب في أنهم يحاصرون العمل الإسلامي في دولة محورية كمصر. إضافة إلى ذلك عدم الكياسة السياسية دفعت هؤلاء إلى أن يعلوا من شأن المكايدة السياسية على حساب المجتمع. أضف إلى ذلك قلة ثقافة هؤلاء الشرعية والدينية وعدم وجود الوازع الديني لدى الكثيرين دفعهم إلى هذا. ولكن أنهي حديثي بشيء غريب للغاية. مصر وفقا لتقرير مجلة فوربس العالمية قالت أن مصر تحتل المركز الأول عالميا عربيا، لديها
8 أشخاص يدخلون في عداد المليارديرات، والمملكة العربية السعودية تحتل المركز الثاني. بلد فيها بلد فيها 8 مليارديرات اغتروا على حساب الفقراء خلال الفترة القادمة. شريحة الفقراء ستزداد أم كما يقول البعض لا، يعني من الممكن مواجهة ذلك من خلال يعني الدولة ومشروعاتها التي تدعي أنها من الممكن أن تحدث نقلة في مصر زي قناة السويس مثلا؟ سريعا لو سمحت. يعني الدولة لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تحل محل العمل الخيري، والعمل مجتمعي وزي ما قلت كده ده عمل إضافة للدولة. الآن هناك خصم من رصيد الدولة، الفقراء سوف يزدادون فقرا، يعني هناك توقعات بأن الفجوة بين الأغنياء وبين الفقراء سوف تزداد بشكل كبير في المراحل المقبلة، وده هنحسها من خلال إلغاء الدعم التدريجي، من خلال عدم تطبيق الحد الأقصى، من خلال أنه السوق يتم فتحه على مصراعيه لرجال الأعمال، نظام السابق ونظام الحالي. كمان في مشكلة كبيرة هتحصل الفترة اللي جاية، أنه معادلات النمو بتقل، معادلات التضخم هتزيد، الأسعار هتزيد، وبالتالي الفقراء سوف يزدادون فقرا والأغنياء سوف يزدادون غناء. فيعني كما نرى الآن هناك أثار سلبية للأسف. صحيح. 13 حالة انتحار يعني في خلال شهر. الحقيقة الجرائم كان البعض حتى يحدثنا عن نموذج جمعية صغيرة تسمى بيت العائلة مثلا في منطقة اسمها منشيت نصر، كانت بترعى 500 أسرة شهريا وحوالي 1500 بشكل موسمي رمضان والأعياد. أغلقت هذه الجمعية بعد الانقلاب العسكري. سؤال يعني لصالح من يا هذا الإغلاق ومن لهؤلاء الفقراء؟ أشكرك شكرا جزيلا علاء البحار الكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي، ومحمد الشبراوي الناشط الحقوقي. أشكركما شكرا جزيلا. مشاهدينا عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. تواصل المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في عدد من المحافظات تحت شعار الله أكبر عيدنا النصر. عايز الأول أغني الناس. افضل طول الشهر ادخل للبيت ولا ادخل للقسط ولا اتجوز ولا اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ الناس تسرق؟ في ناس مش لاقيه تاكل، عارف يعني ايه في ناس مش لاقيه تاكل؟ ايوه انا عايز ارفق بيه واحنا عليه. بيضحكوا علينا ولا بيضحكوا على نفسهم ولا بيضحكوا على مين بالظبط؟ هم ليه يفترضوا ان الشعب ده ميت؟ احنا هنجيب منين؟ ما لناش غير ربنا. ممكن توجه رساله لرئيس الوزراء بايه؟ وزير ايه هو في وزراء يا عم؟ اقعد سافر الوزراء. يعني انا اشتغل واحط جهاز وادفع كرت واروح لعيالي فاضي 160 قرش معايا 55 جنيه هدي اهلي ايه والراجل صاحب العربيه هديله ايه؟ ادي الايه واعمل ايه؟ تحت شعار الله أكبر عيدنا النصر، نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري أسبوعا ثوريا جديدا يمثل الانتفاضة دعم الطلاب مع بدء الدراسة في الجامعات. وقد رفع المتظاهرون عددا من اللافتات كتبوا عليها عبارات منها ليس العيد لمن لبس جديد بل العيد لمن مات شهيد. وفي بيان طالب التحالف بما أسماه بالحراك الثوري المهيب يوم 6 أكتوبر في كل مكان خاصة أمام منازل الشهداء. وجه التحالف التهنئة بمناسبة عيد الأضحى، لكنه أشار إلى أن العيد الحقيقي سيكون يوم استكمال الثورة والنصر واسترداد الحقوق والحريات وتطبيق القصاص بحسب ما جاء في البيان. بالتكبير استهل الرافضون للانقلاب العسكري تظاهراتهم في أسبوع أطلق عليه تحالف دعم الشرعية اسم الله أكبر عيدنا النصر، وذلك في معظم محافظات الجمهورية. ففي القاهرة خرجت التظاهرات شرق العاصمة بعد صلاة الجمعة للتنديد بممارسات الانقلاب العسكري وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وفي دار السلام جابت المسيرات أرجاء المنطقة وسط هتافات مطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي ومنددة بسوء الخدمات وتفاقم الأزمات المعيشية. وغير بعيد في حلوان طالب المتظاهرون بالإفراج عن جميع المعتقلين مؤكدين استمرار حراكهم رغم مرور أكثر من عام وثلاثة أشهر على الانقلاب العسكري. وفي محافظة الجيزة خرجت التظاهرات في حي المهندسين ومنطقة أرض اللواء وبولاق بالإضافة إلى كف طهرمس وكف حجازي. وفي الأسكندرية خرجت التظاهرات في العصافرة وسيدي بشر والإبراهيمية وأبو سليمان والعمرية وبرج العرب. محافظة الدلتا بدورها شهدت مسيرات متنوعة أبرزها في مراكز أبو كبير وأبو حماد والعدوى ومنيا القمح بالشرقية، بالإضافة إلى تظاهرات حاشدة خرجت في مركز حوش عيسى بالبحيرة. وفي شمال سيناء نظم الأهالي وقفة ضد عمليات القمع التي تشهدها المحافظة أمام مسجد الرفاعي بوسط مدينة العريش مرددين هتافات مناهضة للحكم العسكري. وفي الصعيد خرجت تظاهرات واسعة في عدد من المحافظات بينها الفيوم التي شهدت مسيرات في مراكز سنورس وإبشواي وإدسا وطامية بمشاركة الآلاف من أهالي المحافظة وسط تفاعل شعبي واسع. إن شاء الله العيد اللي جاي وإحنا منعمين بحريتنا إن شاء الله، وإن شاء الله حكم السيسي ده مش هيطول لأن لسه في رجالة بتنزل في الشارع، لسه في ناس بتدافع عن الحق، مفيش عيد بيعد علينا وإحنا متهنين، وفي معتقلات وفي مطاردين وفي والشرطة لسه برضو زي ما هي، وبرضو يعني مش هيكون إن شاء الله غير القصاص العاجل بإذن الله تعالى. وفي محافظة المنيا خرجت عشرات المسيرات وارتفعت خلالها أصوات المتظاهرين بالتكبير. كما أعلن تحالف دعم الشرعية في بني سويف عن خروج 16 فعالية بعدد من مراكز وقرى المحافظة عشية عيد الأضحى المبارك. حول الحراك الثوري والذي يستعد للسادس من أكتوبر وخلال الأيام القادمة يدور هذا النقاش، ومعي في استوديو مصر ليلى الأستاذ ياسر فتحي المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري. أهلا بك معنا أستاذ ياسر. أهلا بك أستاذ أحمد، كل عام وحضرتك بخير. وأنت بخير. هل ترى أن يعني هناك فائدة لحراك ثوري أثناء أيام العيد وفرحة العيد وإلى آخره أم لا؟ أولا طبعا تهنئة لكل المصريين المعتقلين منهم والمطاردين، وهم بهم يحيوا هذا الأمل، هم اللي بيدخلوا علينا فرحة العيد الحقيقة. يعني لا يوجد أي فرحة للعيد إلا ببسمة من خلف القضبان وبسمة أم شهيد، وهي بتقول، هي اللي بتقول للناس كل سنة وانتم طيبين. أنا قبل ما أدخل من هنا يعني نتواصل مع أهالي شهداء ومصابين، وهم اللي بيبسوا فيك الأمل والروح، وبالتالي العيد الحقيقي هو اللي احنا منتظرين، وهو اللي أهالي الشهداء منتظرين، وهو المصابين والمعتقلين منتظرين. فنقدر نقول التهنئة دي هي تهنئة مؤقتة لحد ما نفرح بالأطفال اللي هيخرجوا من كمر الدكة وحقوقهم، مش بس ان هم يخرجوا، تستردوا حقوقهم. انا هضرب مثال مثلا بمحمد عبد اللطيف، اصغر مضرب عن الطعام، عمره 13 سنه، محبوس في مقر من مقرات الامن المركزي في دمنهور. هذا الطفل مضرب من حوالي 18 يوم في حوار له من عده ايام مع وكيل النيابه، وهو بيتعرض على النيابه عنده 13 سنه، بيقول له ايه ما نفسكش تعيد في البيت؟ قال له ما انتوا خليتوا اللي بره زي اللي جوه، احنا مكملين. كان جزاؤه انه ياخد كمان تجديد 15 يوم. هم دول اللي 13 سنه ده بيعتقل عشان بيقول له احنا مكملين ومش خايفين. وبالتالي انت شايف فائده من فكره الحراك الثوري حتى ايام العيد بالضبط. يعني ده ممكن يكون في صالح الحراك الثوري او في صالح الثوره ام لا؟ ام الناس ممكن ينظروا لده ليه ايام العيد وليه يعني الناس عايزه تنزل تفرح و الى اخره، وانتم جايين تتظاهروا يعني؟ انا اعتقد ان هو بيعبر اول حاجه عن الثوره هي اراده، وده بيبرز قوه وصلابه اراده هؤلاء الناس. زي ما كانوا في ربعه في وسط التهديدات والحشود وعاملين العاب للاطفال وصلاه عيد وادخال البهجه والسرور والزينه، هم الناس الان اللي هم في عز المآسي والمطارده، هم دول اللي بيدخلوا الامل على نفسهم وعلى الناس. هذا يعكس اصرار ويعكس صلابه، ولا يعكس أي أهواء شخصية ولا أجندة سياسية ولا مصلحة حزبية، وإنما بيعكس صلابة. وده اللي بيقلق هذا النظام حتى الآن، إن الناس دي صلبة برغم منهم لا يملكون شيء. طيب سأعود إليك
مرة أخرى ياسر، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة حسام فودة عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية 30 يونيو. هناك وجهة نظر سيد حسام للتحالف ولرافضي الانقلاب العسكري أنه لا يكون هناك عيد وأكثر من 40,000 في المعتقلات والسجون وقتلى حتى هذه اللحظة، لا أحد يعني حتى فتح ولو مجرد تحقيق في مجازر عدة، ولذلك دعوا لانتفاضة تتواكب مع 6 أكتوبر وأيضا مع بدء العام الدراسي. ما وجهة نظرك أنت في هذا؟ في البداية نهني الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، أعداه علينا كلنا بالخير واليمن والبركات. نهني أيضا أنفسنا أن النهارده الاعياد وصلاه العيد بدون تجار دين. النهارده صلاه العيد ان شاء الله هتقام صباح الغد باذن الله بدون اي اسواق سياسيه زي ما كانت جماعه الاخوان المحظوره كانت بتعمل. كان دايما بنشوف شعار جماعه الاخوان موجوده ليس باسم بتجار باسم الدين وليس باسم الاسلام. النهارده حزب الدستور العيد اللي فات كان رافع، حزب الدستور وهو الحزب اللي انشاه محمد البلدي كان رافع شراطه في العيد. عفوا بس النقطه ديت حضرتك كمل. كان رافع شراطه المصريين الاحرار بيهني الناس بالعيد ويرفع شراطه حتى في اماكن الصلاه. ايه اللي عيب في هذا؟ مبدا مرفوض لاي حزب يستغل اي صلاة أو أي منبر ديني، ده هذا مرفوض تماما. فأي حزب أو أي جماعة بتؤدي هذا عرفنا مصيرها إيه النهاردة. مصيرها النهاردة المجتمع المصري كله بينبوذها. فالنهاردة بنهني أنفسنا إن خلاص الشعب المصري تحرر من تجار الدين. للأسف بقى الشديد اللي النهاردة بعض أنصار جماعة الإخوان المحظورة بيقعوا في نفس الخطأ اللي دايما بيتكرر. النهاردة يوم عرفات الناس كلها صايمة ويقول لك إحنا هننزل وهنعمل حراك. الحراك ده مش موجود. لو جينا على أرض الواقع النهاردة الناس اللي اشترى هدوم العيد اللي بيحضر الأضحية عشان يذبحها مفيش حد حاسس إن في أي تواجد حقيقي لتلك الجماعة. النهاردة مش هيبقى في قلة قليلة من الموجودين ضد عبد الفتاح السيسي، هم هيغيروا وسط الشعب المصري كله. طيب. اللي عايز يعترض على عبد الفتاح السيسي هناك قنوات شرعيه يبدا يشارك فيها، هناك احزاب سياسيه ممكن يشارك فيها، هناك هم قفلوا لهم الاحزاب السياسيه. حسام قفلوا لهم الاحزاب السياسيه بتاعتهم اللي كانت القناه الشرعيه من وجهه نظرك عشان يشاركوا في العمل السياسي. انا اقول لك حاجه، لما نلاقي احزاب النهارده معارضه للدستور، يعني حزب النور اللي موجود النهارده حزب النور السلفي احنا بنطالب بيتم حله، وفي بلاغ مقدم للجنه شؤون الاحزاب. يعني انت عايز الوقت اللي هو ليه مرجعيه اسلاميه، يعني انت عايز تقفل حزب النور وعايز تقفل الحريه والعداله والبناء والتنميه واللي هو ليه رؤيه تستند لمرجعيه اسلاميه يروح مثلا يمارس السياسه في المصريين الاحرار ولا في الدستور ولا في التجمع اللي هو اليساري. طيب ابقى معايا يا حسام، ساعود اليك، كلامك يعني مهم، اعتقد ان هو يعني سيثري النقاش. لكن نذهب الى الاسكندريه سريعا. محمود ابو ريا صحفي الاسكندريه، اذا كيف كان حال الاسكندريه اليوم؟ وهل كانت هناك تظاهرات رافضه للانقلاب العسكري؟ ما هي محمود؟ أرجو أن توضح لنا الصورة. تفضل. بالفعل الإسكندرية شهدت اليوم ما يزيد عن 18 مسيرة انطلقت منذ صباح اليوم ومساء اليوم في كل أحياء وميادين الإسكندرية بدءا غرب الإسكندرية في مناطق العامرية وبرج العرب والهاموفيل والورديان، ووسط الإسكندرية بمنطقة محرم بيه والحضرة والإبراهيمية، وفي رمل الإسكندرية بمنطقة أبو سليمان والسيوف، وشرق الإسكندرية في سيدي بشر والمنظرة والمنتزه. التظاهرات رددت تكبيرات العيد، وأكد المتظاهرون على أنهم مستمرون في التظاهر اليومي ضد ما وصفوه بالانقلاب العسكري وحتى محاكمة قادة الانقلاب العسكري. مصادرنا جماعة الإخوان المسلمين أكدت أن الجماعة ستقوم بتنظيم عشرات ساحات الصلاة غدا في كل ميادين وأحياء الإسكندرية كما اعتادت الجماعة، وكما نظمت صلوات العيد في عيد الفطر المبارك الماضي، قامت بتنظيم ما يزيد عن 102 صلاة عيد في كل أحياء وميادين الإسكندرية. كذلك اتحاد وطني الدعم الشرعية أكد على خروج عشرات المسيرات عقب صلاة العيد في كل ميادين وأحياء الإسكندرية ضد الانقلاب العسكري، مؤكدا ان عيد الاضحى سيكون دفعه جديده للتحالف وطن الدعم الشرعيه ضد الانقلاب العسكري. مؤكدا. شكرا محمود ابو ريا صحفي كنت معي من محافظة الإسكندرية. قبل ان نواصل هذا النقاش دعونا نذهب سريعا الى حسام ونرى ماذا لديه في هذا الموضوع. تفضل يا حسام. نعم احمد،
كالعادة الحراك الثوري ما زال يجد صدى في مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من فيسبوك مع محمد بيقول: حراك ممتاز، ولكن نريد من التحالف وضع استراتيجية واضحة للفترة الجاية، لأن الانقلابات لا تسقط بالمظاهرات فقط، بس احنا مكملين لآخر نفس. ومن محمد إلى حساب محمدين بيقول: الحراك الثوري لن يوقف إلا رحيل الانقلاب. تعليق آخر من شريف بيقول: العيد الحقيقي هو يوم يتوقف الإخوان عن الإرهاب وطلب العفو من شعب مصر. والتعليق الأخير من أحمد بيقول: عدنا يوم استرداد حق الشهيد. وإلى تويتر نبدأ بإيمان بتقول: التحالف لا تعمل حاجة تدل على النصر أو تسيب الناس تعيد من غير قتلة، بقالكوا سنة بتقولوا الانقلاب في زوال. وتغريدة أخرى من حسام بيقول: مظاهرات في العيد يا جدعان، كل سنة وانتوا طيبين. وتغريدة أخيرة من الهادي بيقول: الثوار في الشارع في كل مناسبة وكل عيد، لأن عندهم هدف واضح وهو إسقاط الانقلاب. نعم. لك أحمد. شكرا جزيلا حسام. نذهب سريعا مشاهدينا على هامش مظاهرات اليوم. تعهد العديد من أسر المعتقلين والشهداء باستمرار النضال والحراك الثوري حتى تحقيق مطالب، فلنسمع ونشاهد. الله يرحم الشهيد وكل شهداء المسلمين يا رب، ونقول لهم كل عام وانتم بخير، والسنه الجايه ان شاء الله تكونوا في الجنه معانا باذن الله. يعني على قد ما نقدر هنعمل، مش هنسكت، يعني مش هنسيب حقهم لحد ما ربنا يعيننا. يعني الله اصبري وصابري، وان شاء الله نصر الله قادم باذن الله، وان شاء الله حقك مش هيضيع ولا حق اولادك، ويا بختك عند ربنا. احنا مكملين ان شاء الله ومش ناسين الشهداء والمعتقلين، بنقول لهم إذا كنتوا أنتوا حرائر داخل السجون، إحنا مكملين في المسيرات خارج السجون. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة يعني أن نفك أسراهم جميعا، وأن يتم علينا هذه الفرحة يعني بزوال الانقلاب. ورسالة للأمة الشهيد يعني إن شاء الله بإذن الله القصاص قادم بإذن الله، وسوف نفرح جميعا يعني بعودة الشرعية وبقصاص الشهداء بإذن الله. يعني قول المعتقلين اصبروا، فإن نصر الله قريب، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله قريبا إن شاء الله سيأتي الله بالفرج. المعتقلين بإذن الله يعيدوا معانا إن شاء الله في العيد بإذن الله، والفرج قريب، فرج قريب لكل المعتقلين. نقول لها كل سنة وأنت طيبة، وحق ابنك مش هنسيبه، ومكملين في الشارع لآخر نفس حتى لحد ما نجيب حق. نقول لهم كل سنة وأنت طيب، وعيد شهيد عليكم، وفك الله أسرهم، ومن ظن أن الباطل سينتصر فقد أساء ظننا بالله، إن شاء الله حقك غادي. نقول لهم كل سنة وأنت طيبين، وبوصل رسالة لأم الشهيد، قال لها يا شهيد. نعم، نتابع هذا النقاش. ياسر حسام كان بيقول ببساطة شديدة أن الشعب المصري لفظ التيار الإسلامي والإخوان، ولا جدوى من مثل هذه التظاهرات، وعندكم قنوات شرعية، أنا مش عارف إيه هي تحديدا، ممكن تمارسوا السياسة ولا اعتراض من خلالها. فضل. هو احنا عندنا قناة شرعية مهمة جدا بتمارس الآن في أدوار التعزيف في مديريات الأمن في مختلف محافظات مصر، بيتم الآن، وأنا أستطيع أن أعلن هذا بشكل رسمي، هناك الآن مفاوضات، محاولة لقيادات أمنية نافذة أن تتفاوض مع قيادات داخل السجون أن تخرج مقابل أن يوقفوا حراك الشباب في الخارج. إذا كانت هذه القيادات الأمنية اللي الأستاذ بيقول أنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، أنا أدعو فقط أن يرى شاشة الجزيرة، ليرى الشاشة، لا يسمع بيانات التحالف ولا يقرأ، يرى فقط الشاشة، يستطيع أن يرى في الجيزة أكتوبر والبحوث وبولاء وكفر طهرمس وكفر حكيم ونهية وكرداسة والمهندسين وأرض اللواء وكفر حجازي، ده في محافظة واحدة. يستطيع أن يرى في الفيوم سنورس وأبشواي وإطصة والطمي، هذا في يوم واحد فقط. يستطيع أن يرى عشرات ومئات وآلاف المناطق. رفضكم، وأن الشعب لا يريد مثل هذه التظاهرات، فلماذا تتفاوض القيادات الأمنية أن يخرج قيادات أمنية بارزة يعرضوا عليهم الخروج مقابل أن يقوموا بتهدئة الشباب في الخارج؟ إذا كان هذا الحراك ليس له قيمة، فلماذا يفاوضون قيادات الآن داخل السجون ويعرضونهم للتعذيب والضغط مقابل أن يخرجوا لإيقاف حراك الشباب في الخارج؟ طيب يعني حسام، بعيدا عن هذا وذاك، يعني البعض حتى غير الإخوان، منهم مثلا السيد علاء الأسواني في ندوة بالأمس قال أنه لم يتحقق شيء من أهداف الثورة، و30 يونيو يعني أضحت انقلاب عسكري، وبالتالي وكأنه يتحدث عن ثورة جديدة. يعني أليس كلام علاء الأسواني يعني له ما يؤكد من الواقع أنه لم يحدث شيء وتغيير حقيقي في مصر، وهو ما يدعو لحراك ثوري جديد أم لا؟
يا فندم بس في تعقيب بس بسيط على التقرير اللي خرج جبته للشهداء. هو شهيد الشرطه وشهيد الجيش شهداء رفح او شهداء الوادي الجديد او شهداء اقسام الشرطه مش من حقهم حتى ان انت تجيب اسرهم؟ طبعا 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 والله، بس للاسف هم لا يسمحوا لنا بالتصوير معهم. وانا بقول لك اهو، انا بقول لك على الهواء اسمعني يا حسام، لو في اسره ستستضيف الجزيره مباشر مصر تصور معها، انا بقول لك احنا جاهزين. يعني طبعا لو مش هيمسكوا الراجل بعدها احنا جاهزين تماما نروح نصور معاهم، والحقيقه ده حقهم. اتفضل يا حسام. يعني اتمنى هذا، دي نقطه للتوضيح. ثاني حاجه انا قلت لحضرتك برضه وبكرر الكلام مره ثانيه، من يعارض النظام الحالي من حقه، والمعارضه نظام مشروع، والمعارضه هي التي تقوم اي نظام، ولكن المعارضه السلميه، المعارضه الحقيقيه، المعارضه السياسيه. النهارده ما اقدرش اتكلم على جماعه الاخوان اللي خلاص الشعب المصري اعطاها طيب. يعني يعرضوا ازاي يا حسام؟ حسام يعرضوا ازاي لو اغلقت مثلا واغلقت احزابهم السياسيه؟ يعرضوا ازاي يا حسام؟ انا مش هتكلم على ما يسمى التحالف الدعم الشرعيه او يا حسام. لا لا لا، ما بتكلمش على كيانات، بقول لك اللي عايز يعرض دلوقتي يا حسام يعرض ازاي يعني من وجهه نظرك؟ يعني انا ما اعتقد في احزاب تم انهار، في احزاب جديده في حزب التيار الشعبي سوف يتم الاعلان عنه عقب عده. انا مش ناصري ولا عندي خلفيه ناصريه ولا يساري ولا ليبرالي ولا علماني، وعايز اعارض النظام ده اعمل ايه؟ يعني ماليش في يعني ايه لا انت يساري ولا انت ليبرالي، يعني اللي بيتكلم في المدارس السياسيه والمذاهب السياسيه واضحه في العالم كله. لا لا، لما يجي واحد يقول لي انا مستقل، لا لا لا، ما تعرفش ان في 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 من له مرجعيه اسلاميه زي اللي ليه مرجعيه اسلاميه الحزب المسيحي في المانيا، ما تعرفش ان ده برضك تيار وطريق؟ لا يوجد شيء اسمه. طيب حسام، يعني واضح ان حسام فوده، شكرا جزيلا. عضو التنسيقيه 30 يونيو، لو لك تعليق اخير قبل. وانا تعليقي انا لا طبعا لا استغرب من احد يهني الشعب المصري على ان هناك تجار الدين رحلوا، وكان مشكله الناس الان هي تجار الدين. تجار الدين الان موجودين على المنصات الرسميه، على البرامج الدينيه الرسميه، في اكبر مؤسسات دينيه رسميه، وهم يتاجروا بالدين والسياسه معا. انا كان من الممكن الا يتحدث عن الاخوان، يتحدث عن خفض دعم السلع البتروليه، يتحدث عن العجز في الموازنه، يتحدث عن خفض الاستثمارات، عن رفع الاجور، يتحدث عما يتحدث عنه الناس. اما يتحدث عن الاخوان في حاله ان كانوا في الحكم او في غير الحكم، هل الاطفال اخوان؟ هل النساء المعتقلات اخوان؟ هل كل هؤلاء اخوان؟ شكرا جزيلا ياسر فتحي المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري. مشاهدينا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام مصر ليلة، وتابعنا فيها ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم على عرفات وينفرون إلى مزدلفة قبل العودة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى. وفي ليلة العيد قدمنا لكم دليلا وافيا للذبح وتقطيع الأضحية وأفضل الطرق لحفظها وطهيها. حسب الله ونعم الوكيل، مش هقول غير كده، حسب الله ونعم الوكيل في اللي كانوا السبب في جفل الجمعية. على هامش العيد أسر فقيرة تشكو من تضررها من إغلاق الدولة لجمعيات خيرية ومراكز أهلية كانت تقدم لهم يد العون، فإلى متى يدفع الفقراء ثمن المكايدة السياسية؟ تواصل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في عدد من المحافظات تحت شعار الله أكبر عيدنا النصر. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، في أمان الله.